ممكن حد يدينا ملخص سريع عن الباشا خدام بالعكس؟ ولا انت هو لو جينا طيب احنا كنا قلنا مبدئيا احنا كنا نتكلم على المنهجية التصميم. انا عشان خاطر اعمل مبنى يكون بيئي مستدام، هل انا دلوقتي همشي كده ولا في منهجيه؟ لان في ناس كتيره جدا تبقى عندها معلومات منقوصه، عظيم، يعني مثلا عنده ربع معلومه، نص معلومه، معلومتين، ثلاثه، ويبدا يمشي تصميم عادي جدا، وبعدين يروح ملزق المعلومتين الثلاثه اللي عنده دول ويبقى راضي عن نفسه. وفي واحد تاني بيبقى عنده معلومات كتيره بس هو مش عارف يحولها لتصميم. جميل؟ يعني هو مش عارف، يعني هي دي تبقى الاشكاليه اللي عنده. ايه المناسب؟ ايه الاحسن؟ طب الكورت يارد ولا مش عارف، طب التشجير هنا ولا انا عارف ان ده كويس وعارف ان ده كويس، طب كوكتيل طيب ولا ايه؟ امشي ازاي؟ فهي الفكره ان المنهجيه دي مبدئيا اتعلمتها في الاي اي، يعني هي ليست مقدسه، يعني في الاخر ده بس انا شخصيا بمشي عليها وبتطلع لي مشاريع. هي دي ظرف، يعني الحاجه اللذيذه اللي فيها تمشي عليها بتلاقي المشروع طلع. فبتغنيك عن فكره ان انت الموضه اللي هي القديمه اللي احنا لسه متربيين عليها في الكليات، اللي هو ايه، الشفافه، تقعد مع نفسك تشرب كوبايه الشاي وتحاول بقى تطلع كتله كده كده جامد عشان تطلع لك كتله، فهي لا ما فيهاش كده. تحط انبوتس كتير قوي قوي قوي، تقلب شويه البارامترز ديزاين والجو ده، تحط انبوتس كتير قوي، بس انت هنا بقى انت بتحطها بشكل، يعني مش بتخلي البرنامج هو اللي بيطلعها لك، لا بتطلعها انت، او بتبقى انت تدخلك فيها بشكل كبير، والبرنامج ده بيبقى هو التول بتاعك مش هو اللي بيمشيك بس. فاحنا قلنا هنبدا بدراسه الناس اول حاجه، وبعد كده ندخل على الهرم بقى اللي احنا شرحناه، اللي هو بيبدا من الاربن بلاننج. الاربن بلاننج دوت فيه كذا حاجه، اللي هو الاربن مورفولوجي والاربن مايكرو كلايمت، كان ندخل على البيلدنج مورفولوجي، وبعد كده الكونستراكشن والاركتكتشر، الاركتكتشر ديزاين الاول كونستراكشن، وبعد كده انستليشن كرينيوبل انرجي اللي هو بقى اخر حاجه، لو في استخدام طاقه متجدده اللي هي زي سولار بانلز والحاجات دي كلها. وبعدين سالنا شويه اسئله كده عن الزجاج وبتاع، وهل الزجاج بنستخدمه بافراط؟ طب ايه مشكلتنا اصلا مع الزجاج والامبيدد انرجي والامبيدد كاربون وكده، وخدنا شويه تعريفات عن الكلايمت ديتا، اللي هو انا لما اجي اصلا افهم البيئه دي، يعني في الاخر في مؤثرات حواليا كتير، فهي عباره عن ايه؟ الرياح سرعه واتجاه الشمس عباره عن سان لايت، وفي سولار راديشن. سولار راديشن في منها دايركت واندايركت، والسولار راديشن فيها فيرتيكال فيها هوريزونتال، الوجهات فيرتيكال وساطعه هوريزونتال، وكل واحد فيهم واخد قدر من السولار راديشن، والجنوبي والشمال والمطره والامطار والرطوبه النسبيه، يعني احنا عندنا حاجات كتيره قوي قوي حطيناها في الاكل. وقلنا ان انا يجب ان انا اشوف الستريم فاليوز، ما اعظمش من حاجه ضئيله وما والعكس بقى ما اقللش حاجه كبيره، وبالتالي الحاجات دي كلها تفرق معايا. وكمان البيلدنج تايبولوجي، وبحيث ان ايه الانبوتس دي كلها هي اللي هتحدد لي غالبا شكل المبنى، او تقريبا كده احنا بنتكلم في كام مثلا 10 حاجات دي اولويه، فنبدا نهتم بيها كانبوتس في الديزاين بتاعي. هو انا قبل ما اخد جزئيه الناس اللي هتعيش في المبنى، لو انا حتى مثلا موقع الصحراء درست سلوك الحيوانات في الموقع ده، مش ده يوفر عليا حاجات كتير قدام؟ حسيت ان احساس ان هو زي ما ضربوا الان ان الانسان حيوان اصلا. لا زي دول طب ما عندهم القدره ان هم يتكيفوا مع المنطقه دي. ممكن صح؟ ممكن طبعا. فكره كويسه. يعني ممكن مثلا لو انت اكتشفت ان الحيوانات في الصحراء مثلا بتميل الى ولو ان الحيوانات ممكن لحد ما، يعني هو ان احنا نبقى ستاك قوي ليهم
ممكن يمنعنا احنا اننا نشتغل، يعني ممكن يكون هو امكانياته كحيوان هو مثلا مش قادر يعمل اللي انت ممكن تعمله. فيبقى انت بتتعلم منه، انت ممكن تتعلم منه شويه حاجات، يعني مثلا هم بيعملوا ان هم يستخبوا في الكهوف مثلا، ان هو ممكن يحفر وينزل تحت الارض، دي افكار ظريفه جدا. يعني احنا مثلا كنا بنتكلم المره اللي فاتت عن الافرج انوال تمبرتشر، قلنا ان احنا لو نزلنا تحت الارض تقريبا من 3 ل 7 متر او 8 متر بنوصل درجة حرارة ثابتة خلال السنة كلها، ان هي دي متوسط درجة الحرارة في المنطقة دي. قلنا ان القاهرة متوسط درجة الحرارة بتاعتها 21 درجة. فأنا ممكن غير ان انا استخدم جيو ثيرمال فنتليتنج سيستم ده، أنا ممكن ان انا انزل المبنى كله تحت الأرض أصلا. نزلت المبنى كله تحت الأرض أنا كده عملت له عزل ابن لذينة عظيم، ده لو عرفت أعملها يعني، لو قدرت ان انا أتصرف بس. فممكن تلاقي مثلا في حيوان ما بينزل تحت الارض. فممكن يبقى في شويه حاجات، لكن ممكن انت كانسان ربنا بيديك يعني مخ اكثر تعقيدا مني وامكانيات، هو ماشي بالغريزه بس، ممكن انت ساعتها تعدي حتت وتكتشف حاجات بالانبوتس دي كلها. هو مثلا كان اخره ان هو يتعامل مع الطبيعه بحالتها كده، انت بتعرف بقى يعني. هو مثلا ما عرفش ان هو يقطع مثلا جلد النخل ويعملها سقف، انت عارف هو مش معنى كده ان هو احسن منك او ان هو كان المفروض تنشره. فاحنا النهارده هنتكلم عن الفيزياء المباني، ولكن بشكل طبعا بسيط مبسط، بحيث ان احنا نتعامل مع المعلومات اللي احنا ممكن نقراها. اللي بيبص فيها قوي بيبقى متخصص في فيزياء المباني، ودي لها ماجستيرات وليها اللي ممتاز فيها قوي ومعروف في مصر، هو اصلا يعني عايش بره مصر، اللي هو شادي عطيه. لكن اللي بيتخصص فيها برضه بيبعد عن العماره، يعني مش بقى يعني ما تلاقيهوش شغال يعتبر كتصميم او لان الموضوع معقد قوي. بس اول واحد بيعمل ماجستير غالبا يعني احنا شخصيا خدنا جرعه بيلدينج فيزيكس لحد ما بهدلنا، لكن مش هناخدها طبعا خالص. ايه هي اهميه الفيزيكس مبدئيا في العماره؟ فاهميتها ان مثلا مبنى زي ده اللي هو بتاع ووكي توك تقريبا حاجه زي كده في لندن، المبنى ده هو واخد الشكل اللي هو كونكيف تقريبا صح؟ اللي هو عامل زي المعلقه كده. فده المعماري عمله وما حطش في دماغه ان الشكل ده لو جت عليه اشعه الشمس هتعكسها، وممكن هتعكسها بقى الله اعلم على ايه بقى يعني حسب درجه الشمس. فالظريف ان هم اكتشفوا ان في بقع معينه في لندن، البقع دي هي متركزه عليها الشمس في الفتره بتاعت فتره معينه كده في اليوم، وعرفوها بسبب ان كان في عربيه ساعتها مش عارف جاكور ولا ايه راكنه، والمرايه ساحت عظيم. فساعتها حتى هم بعد كده جابوا طاسه وعملوا بيض عليها وبتاع وكده في الحته دي ان هي بقت متركزه فيها، وبالتالي لجأوا بعد كده ان هم يحطوا بعد كده الكسر، يعني كانت كده. فراحت الايه الشركه المطوره وكده راحوا حاطين الكسرات دي عشان يمنعوا من الموضوع ده. فين الكسرات دي؟ هي انت شايف هنا ازاز، هنا بقى ردموها كده بس. فهي دي فهي الفيزكس مهمه، والمعماري لما بيتجاهلها يعني ايه ما بيكونش عنده معلومات عنها خالص، ممكن تبقى مشكله. طب فاحنا هنادي شويه تعريفات كده عشوائيه مش مرتبطه ببعضها، زي ما المره اللي فاتت كده قلنا السان لايت ومش عارف ايه، لان انا بتعلم الاي بي سي بتاع الانفيرمنتال ديزاين والبيلدنج فيزكس. فعندنا حاجه مثلا اسمها اربان هيت ايلاند. الاربن هيت ايلاند ده عباره عن ان زي ما قلنا المره اللي فاتت ان في حاجه اسمها انسيدنت سولار راديشن او ديفيوز سولار راديشن او اندايركت سولار راديشن، هي اللي هي الاشعاع الحراري الغير مباشر. لما بينزل على الريف او الخضره كده والمزارع ما بيبقاش زي ما بينزل في المدينه، والمدينه السابرز مثلا والحاجه زي الفيلل وبتاع وكده، غير لما ينزل على مباني مرتفعه وزجاج وبتاع وكده. وبالتالي لما نبقى
في مكان ريفي او سوبر هنلاقيها درجه الحراره فيها اقل من وسط المدينه. عظيم. وبالتالي بيخلق ما يسمى بايه، كانها جزيره كده بيسموها ايه، الجراف ده عباره عن درجات الحراره. فانت ممكن تلاقي فرق ايه، بتاع 4 درجات من مجرد بس انت في الريف او كده اللي انت تدخل المدينه بسبب انعكاس الشعر الحراري اللي جوه المدينه. نفس المعلومه زي ما احنا قلنا ان الخضره ديت عندها قدره ان هي لانها في جواها رطبه فيها ميه، حتى ورق الشجر نفسه والارض طبعا والطين وكده، فبتاخد الحراره وتمتصها في السنه. طبعا طلع جزء منها بالليل، خلصنا ده بسبب فرق الضغط، بتبدا ان هي تطلع ده بالليل، لكن دي ما بتخزنش حاجه، بتقعد في انعكاس دائم، وبالتالي ايه الفاليوز بتتفرق عن كده. طيب احنا المره اللي فاتت ادينا فكره سريعه كده، قلنا ان في حاجه اسمها هيت جين وهيت لوس، هو الكسب والفقد. الفقد الحراري والكسب الحراري. فحياتنا كلها سواء احنا او اي حاجه ربنا خلقها غالبا، يعني ما اظنش ان في حاجه مستثناه، بتكتسب حراره وتفقد حراره. احنا في حاله من الفقد والكسب الدائمين، مش حد بيكسب بس، مش حد بيفقد بس، احنا بنصعب بنتدفى، جسمنا بيطلع حراره بسبب الهضم. طول ما احنا عايشين، طول ما احنا جسمنا بيهضم اللي احنا بناكله او كده، ما فيش حاجه بيهضم بيحرق في نفسه، وبالتالي بيطلع طاقه نتيجه هذا الميتابوليزم اللي بيعمله. لو انا عايز اتدفى بلبس حاجه تقيله علشان اقفل على الحراره دي انها لا تفقد، فانا مش بتدفى عن طريق ان انا باخد الحراره من بره، ممكن اخد حراره من بره بس انا كده مش ذكي. يعني لو انا مثلا الدنيا تلج ولابس نص كم وقاعد جنب النار عشان اتدفى، انا كده شغال اخد منها بس الفقد هيبقى اعلى، ممكن ساعتها اصلا ما اتدفاش. الاسهل ان انا اعمل ايه؟ البس حاجات تدفيني واقفل على الحراره اللي اوريدي طالعه مني، فاوقف من مستوى الايه؟ الفقد الرهيب اللي بيحصل بسبب ان انا مثلا درجه الحراره صفر وانا مثلا درجه حرارتي حاجه و20 حاجه و30. طيب الكسب الحراري ده بيجي عن طريق ايه؟ بيجي عن طريق شويه حاجات اللي مكتوبه دي، اللي هو الشمس سولار جينز، الشمس اللي هي سان لايت وسولار راديشن زي ما قلنا المره اللي فاتت. عظيم. طيب دي الحاجات العوامل الخارجيه، الفقد الحراري يجي عن طريق الشمس. عظيم. مفيش حاجه ثانيه بتجيب حراره غير الشمس اللي هي من بره، يعني اللي هي ما انت ممكن تقول لي ايه بس انا دلوقتي مش قاعد في الشمس بس الدنيا حر. ايوه، لان في ان دايركت سولار راديشن، وفي احنا قلنا الدايركت دي بتوزع على كل الواجهات، حتى لو انت قاعد في واجهه ضد، ولكن في اشعاع حراري انت مش شايف الشمس. لكن طيب دي الحاجات اللي بره الشمس. الحاجات اللي جوه بقى المبنى دي كتيره بقى، دي اللي هي ما تسمى بالانترنال هيت جينز. عظيم. الكسب الداخلي ده الاوكيبنس اللي هم احنا ناس نفسها، حتى لو حيوانات عشان الاكويبمنت اللي هو زي ما قلنا اللابتوبس مش عارف ايه الكاميرا، كل حاجه داخله جوه كهرباء بتطلع حراره. فاحنا لو احنا قاعدين هنا 20 واحد درجه الحراره بتاعت المكان هتبقى اكتر ما احنا 5، لو في هنا 20 لابتوب هتبقى اسوء درجه حراره من لو هم لابتوب واحد، وهكذا. اللايتنج لو في برضه كل واحد فيكم قصاده اباجوره ولا بتاع مش عارف ايه وكل اللايتنج دي شغاله بتاع، هتلاقي درجه الحراره والفنتليشن. الفنتليشن يعني ايه؟ يعني التهويه. انا لو الحراره بره احنا صيف الدنيا بره حر، لو فتحنا هنلاقي هواء ساخن داخل مش هواء بارد، وبالتالي التهويه ساعتها بقت مصدر للحراره، ما بقتش تخلص من الحراره. عظيم. ودي تركايه من تركات الناس كتيره بتقع فيها، ان هو ايه؟ يصمم مبنى كويس قوي بس زي ما قلنا المره اللي فاتت هو ما يعرفش ان هو لما يفتح ازاز هيجيله تراب وهيجيله حراره. يجب عليكم تتنقل الاول الهواء من
من الاثنين دول من التربه اللي فيه وتقلل درجه حرارته قبل ما يدخل جوه. ده بالنسبه للهيت جين. بالنسبه للهيت لوس بقى اللي هي اي جهاز بتستخدميه، التلفزيون، التلاجة، الغسالة، دي ما تعتبرش اكويبمنت. انا بسال عن الاعمال اكيد. هي كل حاجه كانت بتستخدمها. بسال عن الاوكيبنس. لا الاوكيبنس اللي هم احنا الناس شغالين مستخدمين. اللي هو الاوكيبنس اللي هم دوس اوكيباي شغالين. الهيت لوس بقى اللي هو الفقد الحراري. الفقد الحراري بيحصل عن طريق كذا حاجة. أول حاجة الانفلتريشن اللي هو التسريب. عظيم؟ يعني إيه؟ يعني دلوقتي المبنى أو بلاش المبنى، أنا دلوقتي لو لابس الشتا جاكيت. عظيم؟ وهل معنى ده لبست جاكيت؟ يعني فرضا لابس جاكيت مثلا ب 500 جنيه. وعمر مثلا لابس جاكيت ب 1000 جنيه، واحمد لابس جاكيت ب 2000 جنيه. وكل واحد فينا يعني سعر ده انديكيشن للكواليتي بتاع الجاكيت. مين هيبقى اكتر واحد متدفي فينا؟ غالبا احمد، غالبا يعني. عظيم؟ طب ليه؟ هل لان الماتيريال فقط احسن؟ مثلا هو مثلا عنده ريش بط مثلا انا بقيمه على قد مثلا. ممكن طيب ده اللي هو الماتيريال بتاعت المبنى نفسها. عظيم؟ طيب لو الخياطه بتاعت الفرق اللي ما بين يعني الكم لو الخياطه دي اي كلام حتى لو الجاكيت دوت الماتيريال بتاعه كويس هيسربه. عظيم؟ طب لو السوسته ديت برضه مش عارف ايه هتسرب. لو انا مش قافل كويس الحته دي يعني فاكر اول مره سافرت كنت في لندن كنت واخد جاكيت من هنا من مصر كان واسع شويه من هنا وواسع شويه من هنا وواسع من تحت ولا كاني لابس اي حاجه. ليه؟ لان الحاجات دي كلها بتسرب هواء. عظيم؟ طيب ده هواء لكن لو هو مقفول كويس ظاهريا لكن زي ما قلنا الخياطه بتاعته وحشه ده ساعتها مش هيسرب هواء هو هيسرب حراره. في حته ضعيفه كده في الجاكيت هنا كتير قوي ومليان وهنا كتير قوي ومليان بس هنا ضعيف هو ساعتها مش هيطلع هواء مش هتحس بهواء. عظيم؟ لكن فلو الكم واسع والياقه واسعه ومش عارف ايه ده كده فنتليشن كده فخد عن طريق التهويه. لكن لو هو مقفول كويس قوي ظاهريا كده لكن الخياطه هي اللي ضعيفه يبقى كده انفلتريشن ده اللي هو التسريب. المبنى ده بيسرب حراره. طيب بيسرب عن طريق ايه؟ ايه هي الخياطه والسوسته بتاعت المبنى؟ هي ال عامل التقاء التشطيب مع بعض. عظيم؟ اللي هو انت دلوقتي عندك خرسانه وعندك طوب حيطه. تقفيله الطوب مع الخرسانه دي يعني حيطه اهي وده ودي خرسانه ودي خرسانه. عظيم؟ ودي حيطه ودي حيطه واللي ورا دي حيطه. تقفيله التشطيب بقى للحيطه مع الحيطه دي والحيطه مع الخرسانه دي والخرسانه دي ومع الحيطه دي الالتقاء بتاعهم كله بيبقى اضعف مكان يقدر يتسرب حراره. والحيطه مع الشباك الفريم بتاع الشباك ده كله اكتر برضه مكان يقدر ده معناه ايه؟ معناه ان انا ممكن اكون مصمم تصميم ممتاز وزي الفل ولكن مسترخص في الماتيريالز والانستليشن او مسترخص في الانستليشن وبالتالي بقى في عندي اماكن اتسرب منها الحراره كتير من المبنى. حلو؟ ده بيبقى اسمه ثيرمال بريدج. المكان اللي هو بيتسرب عن طريق الحراره ده بيسموه ايه؟ ثيرمال بريدج. ان هو كانه كوبري حراري بينتقل عن طريق ايه؟ هتقولي طب ما ليه؟ طب الحراره مش هتنتقل عن طريق الحيطه نفسها؟ اقول لك ايه؟ لان هو الحيطه دي كلها بقت ماسكه في بعضها فالطبيعي ان الحراره ايه؟ مش هتمشي. هي دي اضعف حته، الاضعف اللي هي دي تحت دي. عظيم؟ تاني حاجه عن طريق الازاز. الزجاج ده هو زي ما قلنا هو اضعف مكون في اي مبنى هو الزجاج. يعني الحيطه اللي هي الطوب العاديه المونة وطوب وبعد كده تتبيض وبتاع اليو فاليو بتاعها هتبقى اقل من الازاز مثلا الخمس او اكتر كمان. يعني احنا قلنا ده سنجل جريد ده حيطه عاديه طوب احمر ومش عارف ايه
هتلاقي ده مثلا الفي فاليو بتاعه 1 مثلا 0.2 العدد زي ده ممكن تلاقيه 5.6 الفي فاليو طبعا اللي هي الفي فاليو اللي هي كوفيشنت اوف هيت لوس او هيت لوس كوفيشنت اللي هو معامل الفقد الحراري. فطبعا كل ما يكون الفقد اكتر كل ما الحاجه وحشه. عظيم. فانت محتاج في الماتيريال عشان تختار ماتيريال محتاج انت تيجي بتلاقي ماتيريال بيو فاليوز قليله. واحد فيما اقل طبعا بتبقى كويس كل ما بتعلى كده كل ما بتبقى مش كويس يبقى الفقد عالي. هل الفقد عالي اللي هو كويس بس المناطق البارده؟ عشان خاطر احنا عايزين بقى مش عايزين نفقد الحراره اللي دفينا بيها الدفا مش عايزين. لا هي بتشتغل كويس في الاثنين يعني في البارد وفي الدافئ. بمعنى ايه؟ انا لو انا عندي الفقد المعامل الفقد الحراري بتاع الزجاج دوت عالي وانا درجه حرارتي جوه كويسه في الصيف في القاهره طب ما هي هتبقى الحراره اللي بره هتدخل جوه. سخنه هو كده كده بيفقد بسهوله فهيفقد بقى في الناحيتين. فهو لما اجيب انا حاجه اليو فاليو بتاعها منخفضه انا كده بحمي المبنى يعني شتاء وصيف المناطق البارده والمناطق الساخنه او الدافئه على حد سواء. لكن ما فيش حد يقول انا حر انا عادي الدنيا جميله والازاز ده اصلا في المناطق الحاره بس او المناطق البارده بس. لا هو الحاجه اللي فاليو بتاعها وحش بتاذيك سواء هنا او هنا. الا اذا بقى لو انت في منطقه استوائيه وكده كده درجه حراره واحده طول السنه ممكن حاله دي ما فيش اصلا هو مش فارق معاه ولا فقد ولا كسر هي الدنيا كلها وذين كومفورت رينج السنه كلها مش فارق معاه. فالزجاج دلوقتي من اكثر الحاجات الضعيفه وانت عشان خاطر تنزل باليو فاليو بتاع الزجاج السنجل ده لليو فاليو بتاع الحيطه الغلبانه دي هتدفع فيها كتير جدا جدا جدا. خليها دبل جليزنج بيعملوا بعد كده دبل ممكن ما يبقاش كافي فتروح تخليه ارجون فيل او يعني جوه غاز ارجون او كريبتو. واحيانا كمان لو انت بس كده بتحتاج التريبل جليزنج التريبل ده بيعمل لك اوفر هيتنج اصلا في الصيف لان هو الفقد بتاعه اصلا هو قفل لك الدنيا على الاخر. حتى في يعني مثلا في انجلترا ما بيحبش التريبل معروف ان هو بيحب يعني قافل بزياده قوي فمثلا بيرجعوا يضرب. طب ايه لازمتها بقى الليله دي كلها؟ احسب ازازك صح حط النسبه المطلوبه بالذات ان احنا قلنا ان هو اصلا مش صديق للبيئه اصلا استخدامه بيستهلك تقريبا مره واثنين من عشره يعني كل متر مثلا كل طن مثلا ازاز بيستهلك 1.2 كيوبيك متر من الميه. فحتى استهلاكه في تصنيع المياه عالي جدا طاقه كربون دكسيد. هو الفقد الحراري مش ممكن اوقات يستخدم كمعالجه بيئيه في حد ذاته؟ اللي هو ريتلوس انا فاهم بس لا بحاول افهم يعني اقصد مثلا لو زي ما كنت بتضرب مثال على فكره ان الماتيريال اللي فاليو بتاعتها عاليه جدا مش ممكن في وقت من الاوقات تستخدم كمعالجه بيئيه في حد ذاته؟ يعني اصلا انا فاهم مش عارف انا فاهم انا توصف نقطه الضعف مش عارف فاهمش انا هو كنت بقول هل ممكن في بعض الاوقات الهيتلوسيد بيستخدموا لصالحهم يعني بتستخدم كمعالجه بايه في حد ذاتها؟ هو الاجابه صح بس في المجمل ولا في حالات معينه؟ لا في اوقات معينه انا بتكلم ان ممكن ايوه في المجمل انا فاهم ان هي كحاجه تعتبر نقطة ضعف ونقطة سلبية بس هل ممكن في أوقات نستغلها في أوقات معينة؟ طب أنا دلوقتي في أوقات معينة أنا عايز يتوس أعمل إيه؟ أروح أغير الشباك وأجيب شباك تاني في الأوقات دي؟ فاهم قصدي؟ أيوه طب ما أفتحه خلاص يعني أنت تعلم من اليو فاليو يعني بمعنى إيه؟ أنا دلوقتي عندي الصبح درجة الحرارة مثلا إحنا في بيئة صحراوية فالصبح درجة الحرارة فظيعة 40 وبالليل زي ما بنشوف مثلا هي الطقس الصحراوي او الصحراويه بتبقى كده بالليل في مثلا ممكن تنزل 15 درجه ولا حاجه. جميل فممكن تنزل بكام؟ 25 مثلا. حلو قوي. فانا الصبح عايز حاجه تحميني من 40 ادخل المبنى الاقي درجه الحراره مثلا 30 حلو؟ طب بالليل
عندي انتجر هيت جينز ده اللي انت عايز تقوله، فعايز اتخلص من الحراره اللي جوه، ناس كتيره وكمبيوترات ومش عارف ايه وبتاع، فانا عايز اتخلص، انا مش عايز حلو قوي. طب هعمل ايه ساعتها؟ هغير يعني هخلي الازاز الصبح حاجه وبالليل حاجه، ما ينفعش. اللي بيتعمل ساعتها ايه؟ تفتح الشباك، فقدك زيرو ساعتها، يعني فقدك اسف، فقدك ماكسيمم 100% بس. بس بقى انا ما ينفعش ان انا هو الفقد فعلا انا محتاجه، بس انا مش هضحي بالميزه الكبرى بتاعته اللي هو صيف وشتاء من الاذى اللي بيجي لي من بره، عشان خاطر مثلا انا ممكن افتح شبكه. طب ما ينفعش افتح شبكه الا اذا بقى لو انت بتقول لي مثلا ايه، انا عايز، هو انا كده مش هجيب نوعين ازاز وغيرهم يعني، انا كده ما ينفعش. لكن انت ممكن تقول لي ايه، اصل الناس دول عواجيز مثلا مش عايزين يفتحوا الازاز، عظيم، دول ناس عواجيز ومش ما ينفعش يفتح الازاز، لو فتح الازاز يتعب. كويس؟ هو عايز يحس بالفخر من غير ما يفتح الازاز. هقول لك ساعتها اشتري له شافوت. او اعمل له اتش باك سيستم ياخد يشفط. فاهم الفكره؟ لكن يعني في الاخر بتتحل شفط او ان احنا نجيب له مروحه او اكل، لكن او يعني نعمل له سيستم بسيط كده تحت الارض ولا حاجه، مش هعمل له اتش باك يعني. لا، مجرد حاجه بسيطه كده في امثله ليها، بحيث ان احنا نخلصه من هذه الحراره من غير ما نفتح الازاز. لكن تصرف طبيعي عندنا كلنا. وساعتها الفقد هيبقى اعلى. هكذا ثالث حاجه الحوائط. الحوائط اللي بيحصل فقد عن طريقها. والسقف طبعا. جميل. والارض وحده الجراوند فلور يعني الارض نفسها التحتيه. والسلابس بطاطا الخرسانه دي. واخر حاجه الفنتريشن. طب احنا ليه بنقول الحوائط والمش عارف ايه يعني احنا بنسمع؟ لا، لان هي كل حاجه فيهم ليها معامل فقد مختلفه عن الثاني. يعني انا دلوقتي الواجهه دي وهي محتكه بشكل مباشر بالبيئه الخارجيه، اكيد المعامل الفقد بتاعها هيبقى اعلى من الحيطه اللي هي محميه من جوه من الناحيه الثانيه باوضه ثانيه زيها، او بره سلم وهنا اوضه مش عارف ايه. عظيم. لان يعني في اكتيفيتيز بتحصل، ناس قاعده مش عارف ايه، والفراغ ده محبي فراغ تاني، والفراغ ده محبي فراغ تاني، فبيبقى الفقد من هنا يبقى اقل من واجهه المبنى او الحيطه اللي ايه مقابله للواجهه اللي هي معرضه بشكل كبير للفقد والكسب من بسبب البيئه الخارجيه. لكن الحوائط الخارجيه لا، الحوائط الداخليه لا، ما هو نفس الموضوع، الروف تعامله مختلف عن تعامل يعني تعاملنا معاه مختلف عن تعاملنا مع السلابس العاديه. السلاب دي يا دوبك اتحط فيها رمبه ومونة وسيراميك او ايا كان، وبكت. لكن الفراغ ده كله بيحمي اللي احنا واقفين فيه، ده كله بيحمي الناس اللي تحتنا من الفخد العام، وكذلك اللي فوقينا. انهي دور هتلاقيه الفخد بتاعه اعلى بكتير؟ هو الدور كتير، بالتالي بيبقى محتاج ايه؟ طبقات عزل اكتر من اللي احنا بنعمله ده. لان هو الشمس ضاربه فيه طول الوقت ومش عارف ايه وكده. والعكس هتلاقيه الدور الاخير ده بالليل في الجو الصحراوي يفقد بسرعه اكتر من الاضواء اللي تحت اللي ممكن تبقى. والجراوند كذلك، انت لما تكون منك للارض، واحنا بنقول الارض اصلا مستخبيه يعني، وبالتالي دايما تلاقي اللي في الدور الارضي خالص اللي بينهم من الارض هتلاقيهم الدنيا عندهم ساقعه عن في الشتاء عن اللي ساكن فوق، والعكس هتلاقي الدنيا تروع عنده في الصيف من اللي ساكن فوق. ليه؟ لان هو عنده ما عنده بقى العزل 100% بقى، ما عندوش تحت سلاب او ناس ساكنه تحت، لا ده هو منه العزل تام. ولكن طبعا الارض لو ساقعه طينيه ولا مش عارف ايه، فبتلاقيه الدنيا عنده متبهدله شويه. والفنتليشن هو زي ما بيحصل كسب عن طريق التهويه، بيحصل برضه فقد عن طريق التهويه. انا دلوقتي لو عندي، لو انا الدنيا بره 7 درجات مثلا واحنا جوه 30 ولا حاجه، لو فتحنا الازاز خلاص هنفقد عن طريق التهويه، او عن طريق لو في شفاط برضه، لو في بتاع، لو في اتش باك سيستم او ايا كان، التهويه هنوصلها بشكل ما.
هيحصل عن طريق الفقر. دي كانت رسمه كان عاملها حسن فتحي في الكتاب بتاعه اللي هو Natural Energy and Vernacular Architecture، عمله 1986. كان بي 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 يعني illustration ظريف كده بيتكلم فيه عن الفقد والكسب اللي بيحصل للمبنى والناس اللي جوه. فهو كان بيتكلم معاهم ده ventilation، ده heat gain by ventilation و heat loss by ventilation من الناحية التانية. وهو في inhabitant أو occupant بيحصل هو شخصيا بيطلع حرارة، وشمس شغالة تضرب في المبنى كله، وبالتالي بيحصل كسب، ده اللي هو إيه؟ اللي هو السولار راديشن أو السولار جين. وبعد كده هيت لوس عن طريق الفتحة اللي هو عملها في القبو اللي فوق دي، عظيم كده. فهو المبنى في حالة دايما من هيت لوس هيت جين. ده الاستريشن العصري شوية يعني. الفتحة اللي فوق دي كانوا بيتعاملوا معاها ازاي في مصر؟ بيعملوا لها بتاع كده زي بتاعة الحوض كده بتقفلها. في الشتاء لازم تقفل يعني. زي قمع كده بيروح حاطه كده ويقفله. هو اسم الكتاب ايه؟ Natural Energy and Vernacular Architecture. Principles and examples with reference to hot arid climates, natural energy and vernacular architecture. ده يعتبر اكتر كتاب يعني، هو كان تقريبا كان انتاج مشترك ما بين لندن، مش عارف يونيفرستي اوف لندن ولا ايه، وشيكاغو يونيفرستي اوف شيكاغو. يعتبر كتاب تقيل يعني، انتاجه كان مره مش حسن فتحي اللي كتبه ولا حسن فتحي تقريبا المعماري الوحيد المصري المعروف بره عشان تبقى عارف باستثناء طبعا الدكتور عبد الواحد الوكيل، وهو اصلا من ترانزيت يعني. لكن الوحيد اللي شفته مثلا في الاي اي الناس عارفينه من جميع الجنسيات، القارات كلها يعني، جنود مكسيكانز باكستاني امريكي اوروبي كله يعرف حسن فتحي. ده بقى حاجه كونتمبرري شويه، مبينه الهيت لوس من الهيت جين بس بالحالات الحديثه شويه. انا حسب فتحي كان جايبها بالمبنى الطيني ومش عارف ايه. طبعا لما نكون احنا في وضع اكثر استخداما للتكنولوجيا هتلاقي الهيت جين الانترنال هيت جين بقى اكتر. فبقى مثلا ايه ده الاكويبمنت او الابلينسز او ادي اللايتنج اهوت، والشخص نفسه بيطلع حراره، وفي ده هيت جين حصل عن طريق الازاز هنا وهنا عن طريق السطح، وبعد كده الهيت لوس هنا حصل عن طريق التهويه اللي هي ايه؟ اللي هي شفاط. وهنا هم عشان هم بيتعاملوا هنا ان دوت مبنى في بيئه بارده، فبيقول لك ايه؟ حصل هنا فقد او كسب عن طريق الانفلتريشن اللي هو تسريب عن طريق مكان التقاء الزجاج مع التشطيب اللي هو مع ايه؟ مع الحل او مع الفريم بس. فالمبنى كده بقى في حاله دايما من ايه؟ من الهيت لوس والهيت جين. حمايه زياده للمبنى وقفل زياده للمبنى بيحميه في الشتاء، بس يؤدي الى ما يسمى بالاوفر هيتنج في الصيف. عظيم؟ حمايه بزياده، انا هعادي الشمس اللي بره دي وهقفل الدنيا ومش عايز اشوفها. حلو قوي جميل، بس هتلاقي بقى في الصيف بسبب الانترنال هيت جينز ديت الدنيا لا تطاق، وانت عايز فتحات وعايز مكان ايه للهيت لوس. عظيم؟ او الهيت ديسيبيشن. والعكس هتفتح الدنيا بزياده في الشتاء. اي نعم هتدخل لك حراره كويسه لو انت في واجهه جنوبيه، ولكن رقم واحد بالليل هتفقدها. عظيم؟ مش هتعرف ايه اللي هيقعدها جوه الا لو جبت ازاز غالي جدا. وفي الصيف اشرب قهوه. فالحمايه زياده او الفتح زياده مضر للمبنى، لازم نصممه صح. بعد كده في حاجه اسمها ثيرمال ماس. الثيرمال ماس دي اللي هي الكتله الحراريه. الكتله الحراريه دي اللي هي ايه؟ كل حاجه في الدنيا، كل ماتيريال يعني ليها كتلة حرارية، بمعنى بيجي عليها
حراره او الشمس او الاثنين، وبتبدا تمتص حراره بنسبه معينه. ده يبقى له علاقه بالكثافه بتاعتك. يعني لو انت واقف على رخام، ولو انت واقف مثلا على نجيله، الطبيعي انهي واحده فيهم هتبقى بتلسعك اكتر، الرخام ولا النجيله؟ الرخام. ليه؟ لان الكتله الحراريه اللي في الرخام عاليه جدا لانه مضغوط قوي 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 قوي. عظيم. لكن النجيله مسامح. عظيم. طيب ازاي الكتله الحراريه عاليه وكده يبقى بيلسعني؟ ما هو الكتله الحراريه عاليه معناه ان هو شغال يمتص بالراحه، شغال يمتص بالراحه قوي. فهو بيلسعك لانه بيحس، شغال يحس. طب مين اللي فيهم هيبقى بارد اكتر تقف عليه بالليل؟ الرخام ولا النجيله؟ بارد اكتر لما تقف عليه تلاقي رجلك بقت بارده اكتر. الرخام اللي برضه لسه واخد من الصبح زي يعني بالضبط بالراحه. هات في حاجه اسمها سبوت ميجرمنت اللي هو بتاع كده زي ده كده، بتحط كده على الارض وبتعمل. لو انت جبته وشفت عملت قست درجه حراره رخام الصبح وقارنته ما بين النجيله، تلاقي النجيله درجه حرارتها اقل. عظيم. بالليل هتلاقي درجه حراره الرخام اقل، لان هو كان بيمتص ابطا بكتير من الايه؟ من النجيله، واخد بالك؟ وكان شغال يعكس. بالليل هو ما امتصش اصلا كتير. الحاله العكس بقى، انت لو انت في الشتاء، تعالى نسيب عشان يعني اللاواعي عندك يشتغل اكتر او الحدس عندك يشتغل. لو انت في الشتاء بالليل تقف على نجيله ولا تقف على رخام؟ نجيله. اذا الرخام بقى ساقع. فهو ليه الرخام ساقع في وقتها؟ لان الرخام كان بيعكس طول الوقت ما كانش بيمتص، النجيله كانت بتمتص. عظيم. بس هي دي الفكره. فكل ما يبقى الثيرمال ماس عالي، كل ما انا الماتيريال دي انا ممكن استخدمها في منطقه مثلا ايه حاره. عظيم. كل ما يكون الثيرمال ماس منخفض، يعني مثلا حاجه تكون مليانه حاجه صوف مثلا، صوف ليه الصوف؟ انا لو انا عندي مثلا حاجه بلاستيك وحاجه صوف وانا في الشتاء اكيد هتغطى بالصوف او هنام على الصوف، هيبقى ادفى. عظيم. بطانيه او كده، البطانية هل هتغطى بحاجة زي مثلا بطانية طرية كده وبتاع؟ لو بنلاقي تبان إن هي ما فيهاش حاجة، يعني حاجة خفيفة خالص. لكن ما ينفعش إن أنا أتغطى مثلا بحاجة بماتيريال تشبه الرخام، يعني أيا كان، أو أنام عليها حاسس عجاني. طب ليه البطانية على ضعفها كده بتدفيني؟ أو أنا ممكن أنام عليها هي مثلا؟ لأن هي عشان خاطر هي فيها زي القطن اللي فيها او الصوف او كده، فالصوف دوت المسام اللي جواه ده بيحوش حراره. جميل. ده معناه ايه بقى كمباني؟ معناه ان انا دلوقتي لو عايز ان انا الحراره اللي بره ادخلها جوه الاوضه، وخايف ان هي بالليل تهرب. عظيم. انا في الواجهه الجنوبيه وعندي سولر بريفريشن او سولر جين. جميل. بس ساعات معينه مع شويه المغرب هيدخل وهيبدا بقى ايه الفقد يشتغل. جميل. طب اعمل ايه انا ساعتها؟ بروح عامل في الحوائط والحاجات اللي شايفه الشمس، اعمل فيها الاقي ماتيريالز تكون فيها ثيرمال ماس زي الموكيت ده، تعتبر ثيرمال ماس. يعني احنا الاوضه دي هنلاقيها ادفى بسبب الموكيت في الشتاء، ده غير لو كانت سيراميك مثلا. عظيم. السيراميك لانه الدنس بتاعها عالي قوي، الكثافه بتاعته عالي قوي، فشغال يفقد يمتص بالراحه جدا، وبالتالي المحصله ولا حاجه. لكن ده مسامه كلها مفتوحه فشغال ايه؟ فانا لو مثلا في طقس بارد شويه هعمل، والشمس جايه لي كده في الشتاء، هروح اعمل الحيطه دي مثلا فيها صوف وراها او ايا كان، ممكن يبقى ورق تشطيب، او ممكن يبقى حاجه ديكوريشن او ايا كان في الاماكن اللي جايه عليها شمس، ده هيساعد ان هي تمتص. ممكن يبقى الفرنتشر نفسه، ممكن يبقى مثلا احط الفرش نفسه انا اجيب حاجات
تمتص الحراره الداخله وتخليها. فاهمين؟ وكده نقدر نقول على اليو فاليو بتاعت الرخام عاليه ولا لا؟ يبقى اي حاجه وتقدر مسحها. تمام. هو دلوقتي الراديشن بيجي عليه بيعكسها ما بيمتصوش. اه. فهو عامل الفرد بتاعه كده المفروض قليل. يعني دي تريسيرش عليها بقى لان اكيد الرخام مش كله زي بعض. اكيد. فدي تريسيرش عليها. شوف دي فاليو اوف ماربل مثلا شوف عامل ازاي. طب سؤال تاني. انت حضرتك قلت دلوقتي اللي هي مثلا الوضع ده عادي. بس هو انا اظن ان الليفل بتاع الرخام اكيد واطي. يعني مثلا لو احنا جينا حيطه وعملناها كلها رخام هل هيبقى عزلها احسن ولا طوب؟ عزلها احسن. اظن برضه دي محتاجه ريسيرش بدل ما نكتب. يعني محتاجه ان احنا نسيرش في لان انا عرفت مثلا الرخام اللي في الحرم ده مثلا جايبينه من جبل معين في ايطاليا بحيث ان هو امتصاصه تقريبا ما فيش فبتلاقيه ساقع الصبح الليل شبه. فهي الفكره ان اكيد النوع برضه بيفرق. بس انا بقول لك يعني هو عشان خاطر الرخام ده ليه ما حدش يعرف لو هو استبدلنا الحيطه بالرخام. بس انا اظن اظن صح. بس هو في مشكله ثانيه ان هو اليو فاليو حاجه والمسمى الناس حاجه. يعني هو ممكن يكون هو ماشي اوكي ممكن يكون هو يعني كيو فاليو ممكن يحافظ على درجه حراره الفراغ لكن في نفس الوقت ممكن يكون هو نفسه بارد مثلا فانا مش عايز هو في الشتاء مثلا اوكي هو. بس هي فرضيه عموما ما حصلتش مفيش حد يقدر ان هو حتى مبنيا ان هو يستبدل المبنى كله بالرخام. فانت محتاج عموما تريسيرش بس الفرضيه صعبه التنفيذ يعني ان احنا نحط رخام كحوائط وككله. طب سؤال تاني في الجزئيه دي. حضرتك قلت لو الوجع دي انا في الشتاء عملتها اوكي عشان ادخل حراره جوه الفرن. اه. في الصيف. هو سؤال ممتاز جدا. في الصيف درجه غلاويه الشمس اصلا بتبقى عاليه. انا حاططها لك ايه؟ هو بيجاوب عليك في الاستيشن. هو جاي من الشتاء بتبقى زاوية الشمس بتبقى منخفضة. جميل؟ ده في الواجهة الجنوبية. اوكي؟ الجنوبية بس. ما هو الشمس لو احنا بنتكلم على زاوية عالية يبقى احنا بنتكلم على طول في الواجهة الجنوبية. الشمس ما بتبقى أعلى زاوية فيها بتبقى في الجنوب. عظيم؟ بتشرق من الشرق وبعدين بتمر كده عبر الجنوب وبعدين بتروح الغرب. فأعلى زاوية فيها اللي هي إيه؟ الساعة 12 الظهر تقريبا. وبعد كده تروح نازله تاني. فانت لو انت عايز تعمل لو انت عايز تاخد شمس يعني تاخد خير الشمس تاخدها في الوقت اللي هو بتاع في الواجهه الجنوبيه. ليه؟ عشان خاطر الواجهه الجنوبيه هتلاقيها في الشتاء داخله منخفضه جدا. في الخريف والربيع هتبقى اعلى شويه. وفي الصيف بتبقى اعلى جدا. طيب انا مش عايز شمس بتاعت الخريف والربيع. انا عايزها في الشتاء بس. خلاص هتعمل اوفر هاند تكبره شويه. قصدي تعمل يعني زي ما هنا احنا فوقينا بلكونه اهي. بلكونه تعتبر تحميك من الشمس بتاعت الصيف. احنا بالنسبه لنا في مصر عشان خاطر زاويه الشمس في الصيف 83 عرض الحيطه ب 25 دي بتحميك يعتبر من زاويه عاليه مش محتاج تحط اوفر هاند ولا محتاج تحط تلة ولا بتاع. احيانا بتبقى الالتزام حتى بالاكواد العاديه دي ممكن بيبقى كويس بيبقى مفيد تعمل حته خارجيه 25 وتلتزم بالردود والبلكونات ومش عارف ايه وبتاع. ده بتلاقي في الاخر ان الشمس بتاعت الشتاء هي الوحيده اللي داخله تمام زي الفل مش هتعرف تعمل كده. معلش انا بطرس الثيرمال ميس كل ما بتعلى كل ما بتبقى عكس الماتيريال اكتر من امتصاصها. هي الثيرمال ميس يعني ايه؟ يعني هي يعني الكتله الحراريه فيها عاليه قوي. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي عندي كوبايه وعندي حله هي كانها كده. الكوبايه دي هحط فيها شويه ميه قد كده هتتملي. الحله هحط فيها شويه نفس كميه الميه تقعد بقى ايه ساعه عشان تتملي. او كاني بالظبط مطره حاجه زي كده مطره نازله على كوبايه وعلى حله. الكوبايه هتتملي مثلا في ساعه والحله مثلا هتقعد لها ايه 10 ساعات. جميل؟ هي بالظبط كده. يبقى الثيرمال ماس بتاع الحله اعلى من الكوبايه. طيب ازاي دي ميزه؟ يعني لما هي حله كده وشغاله الفكره ان هي
الشمس هتيجي وقت وهتمشي. عظيم؟ الشمس هتيجي مثلا 5 ساعات وتمشي. الفترة اللي الكوباية دي جت عليها الشمس 5 ساعات اتملت، أو الماتيريال دي اللي هي بنفس الماس بتاعها قليل اتملت، تيجي تمسكها كده تقيلة بقى فيها مية. عظيم؟ الحالة دي 5 ساعات وتلاقيها ولا فيها يدوبك بنفس المقدار بتاع الكوباية. عظيم؟ فتيجي تمسكها تلاقيها ايه خفيفة خالص. لو احنا قلنا كده على الماتيريال، هتيجي تمسك الماتيريال اللي ثم الماس بتاعها قليل زي الكوباية دي هدفية، هي دافية شوية شمس قليلين دفوها. رحنا ثم حاجة زي الحلة كده ماتيريال تانية قعدت 5 ساعات واخدة كوباية مية شوية، تيجي تمسكها تلاقيها ساعة الشمس ما حوقتش فيها، لأن الكتلة الحرارية بتاعتها كبيرة ريسك ديني تاني عشان أسخن قدامي 5 أضعاف 6 7 أضعاف، الخلايا اللي جوه ضيقه جدا جنب بعضها، فانت الحراره تدخل جواها بتقعد فتره طويله قوي تمتص ببطيء وبتفقد كمان في الرحم، يعني في امتصاصها للحراره وفقدها الاثنين بتبقى، لكن دي اللي هي الكوبايه الصغيره دي بتاخد بسرعه وبالتالي بتطلع بسرعه. يعني في الحراره دي في المثال بتاع النجيله والرخام كان النجيله هي اللي تسبب المشكلة بتاعها؟ لا، الرخام اي واحده لو انت مسكت الرخامه وشوية نجيلة طينة كده، أي واحدة بقى أقل؟ الرخامة، صح؟ وبالتالي الرخامة بتقعد فترة طويلة أكتر عشان تسخن. جميل؟ وعشان كده أنت في الشتاء بالليل لو عايز تقعد قصادك النجيلة قصاد الرخام هتقعد على النجيلة، لأن النجيلة كانت امتصت بالفعل فترة قليلة شمس، لأن هي مسامية، لكن الرخام بتقعد عليها تلاقي ساقع بالليل، طب ما ده قعدت عليه شمس زي ما ده قعدت عليه شمس. هو معلش يا باشمهندس السؤال ده جزئيه، هو انا لو ما عنديش وجعه جنوبيه مثلا يعني يعني الوجعه الجنوبيه عندي واخده روتيشن فواقع ما بين الشرق والجنوب؟ اه لا لا، ما احنا بنتكلم في تعريفات اساسيه على اساس ان انت عارف تصمم مشروع من البدايه، لكن بعد كده الاستثناءات بقى والكده وان انا مش طبعا بيحصل في وجهه شمال بس وجهه غرب بس وجهه كده، لكن بنتكلم على انت عندك شفافه بيضة وانت ممكن تصمم صح، فعندك الشمس اهي ما تديهاش ظهرك بقى، فاهم الفكره؟ لكن لو احنا خلاص بنتكلم ان الحل القائم ان انا واخد مثلا اشتريت شقه وكلها توجيهها غربي، اموت نفسي يعني ولا ابيعها ولا اتبرع بيها ولا لا، خلاص هتعامل معاها، فاهم؟ تعامل معاها بقى ان انت هتصرف اكتر على حاجات وهتعمل حاجات ثانيه، يعني الموضوع بيبقى صعب. يعني ده ابتلاء بقى من عند ربنا بقى، انت لبست شقه كلها ارض او كلها شرق او كلها شمال، لان انت في الاخر هتعاني يعني لا محاله، الشرق هتعاني بالليل في الشتاء شغاله تاخد شمس الصبح وبالليل شغاله تفقد بقى ايه، ما هي الشمس غابت بقى من وقت الظهر والشمس مش موجوده في الوجه الشرقي، فانت خدت شويه شمس الصبح اللي هو اصلا نهار الشتاء بيبقى قليل، خدت شويه شمس كده على قدك وشغال تفقد بقى لحد ما بتصحى تاني يوم مش بقى. الوجه الغربيه انت بتاخد في الصيف شويه غروب 100 100 بيبهدلوك بالليل مش بتعرف تفقدهم بسرعه. عظيم؟ وطبعا كمان غروب وقت في الصيف بيبقى الوقت كتير، الشمس بتغرب بتاع 8 ولا حاجه، فانت شغال تاخد ايه؟ حراره تمام، فهتلاقي ان في الشرق في الصيف مبسوط اكتر منك لان الشمس غابت عنه من بدري، لكن انت بالليل انت يا دوبك لسه الشمس غايبه الساعه 8 وانت بتفتح 9 الكل بقى هوا، مفيش، ما انت الضغط ده بياخد وقت زي ما اكتسبت. فهو الشرق والغرب ده، لكن انت لو شقيتك شرق وغرب خلينا نتعامل بقى، شوف بقى انت ايه الماتيريال بتاع نقعد نتعامل مع الوضع القوي، انت هتصمم تصميم جديد، لا ما تتعبش نفسك بقى، ما تغلسش على نفسك، عشان الشكل لذيذ، توزيعات المباني تبقى لذيذه، وانت عايز تعمل مباني على شكل دايره، مش عارف مباني على شكل كذا وتعمل بقى شو. انا من انصار لا، كله يتوجه نفس التوجيه. وفي يعني مشاريع كثيره جدا يعني موجهه توجيه الجنوب او توجيه اللي هو التوجيه الصحيح. هنشوفها ان شاء الله يعني خلال بتاع كله. بس ف الشمالي هي اللي زال الاول اللي احسن الافضل. مش معانا المايند.
ما حضرتش الحته دي؟ احنا كنا بنقول الشمالي، كنا بنقول الغربي وال احنا قلنا الجنوبي افضل في ناحيه الحراره، بس الشمالي فيها بقى تهويه. وبالتالي الشمال في الشتاء تحب تقعد في غرفه شماليه في الشتاء؟ لا ترى الشمس ابدا؟ اكيد لا. طب تحب تقعد فيها في الصيف؟ اكيد اه. بس انا اقدر احل مشكله يعني الشتاء اكتر من في مصر مثلا. انا عندي الشتاء مش يعني لا، الناس بتبهدلها في الشتاء، الناس بتبهدلها في الشتاء. ماشي، بس انت الصيف يعني بتحل الشتاء. هو احنا بنتعامل مع الناس. هو انا بصراحه اكتر شعب شفته يعني بيهين نفسه هو الشعب المصري. يعني هو مش اكتر شعب، يعني لما سافرت بره انبسطت بصراحه ان الناس بتهتم بالسنه كلها. هو لازم اتعزل يعني؟ يعني لازم استغنى عن نفسي وراحتي موسم من مواسم؟ يعني ده امال ايه؟ طب انا ممكن اعمل مبنى كل السنه كلها كويس. فهو يعني الفكره ايه؟ انا عايز اعمل تصميم صح. انا ممكن اصبر نفسي لو انا خلاص هو ده الوقت، انا اشتريت حاجه وهي مثلا شمال، فهقول والله الحمد لله وفي الشتاء اشتري دفايه قلبي الزياده، اكل عدس، اشرب عدس، شوربه عدس بتاع كده. لكن لو انا اقدر اعمل ايميل بداية كده، لا، يبقى انا احاول اعمل اللي هو الايدل جنوب وشمال، يكون في اكسس جنوب وكمان شمال. احنا عندنا مشكله دايما في اي ديزاين، ان هو بيقول لك انت وانت بتوجه خدمات المبنى دايما، ايا كان مطابخ، حمامات، بتبقى دايما توجيهها في الجنوب عشان خاطر ده رياح، اتجاه رياح. اه ما تجيبليش ايا كان اللي طالع من المكان ده على بقيه المبنى. هي دي الفكره، ده يعني ده اللي اترسخ في دماغي دايما على طول، ان احنا في مصر افضل توجيه للمبنى ان يكون كل خدماتك في الجنوب او كل عدم استخدامك في الجنوب. واو، ودايما الافضل انت تخلي المين استخدام مين للمبنى او اي حاجه مين مين اي زون مين في المبنى تكون في الشمال. طب والشرق والغرب بقى مين؟ حط هو دجلون بقى. لا، ما هو اولى اودي الحمامات والمطابخ والحاجات دي في الشرق والغرب، اللي احنا لسه حاكيين حالا ان هي واجهات مميته يعني. ونخلي اوض النوم مثلا او الاماكن اللي انا عايز ادافع فيها، انا عايز اماكن اصلا هي في حاجه اسمها عنديها يعني. خلينا ناخدها واحده واحده وهنلاقي اجابه الكلام ده. في حاجه بعد كده اسمها ويندو تو فلور ريش. وانا هتعامل ازاي في الواجهه اللي هي مش مثاليه او امر واقع؟ هنجيبها ان شاء الله. هنجيلها وهي بالذات هتبقى ليها علاقه بالقعده اللي بعد الورشه لو احنا هنجرب مع بعض، بس عموما هنجيلها هنتعرض لها. في حاجه اسمها ويندو تو فلور ريشيو، اللي هو نسبه الفتحات لمساحه الفراغ. طيب في نقطه مهمه، كل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي هي كلها مربوطه ببعضها، وده اللي بيضيع اي تصميم. يعني هو مشكله التصميم دي ان هو يعني ايه، ما ينفعوش نص حل، لازم الحل كله يتاخد، وما فيهوش فرد عضلات. يعني ممكن انا مره شفت حد كان عامل سيميليشن، هو كان جراس هوبر بقى وحركات وبتاع، فشغال سيميليشنز بقى ايه، حنفيه سيميليشن، كل ما يعمل حاجه تضرب في حاجه، كل ما يعمل حاجه تضرب في حاجه، وهو شغال يكسر في المبنى عشان خاطر يوصل ان هو، وفي الاخر خالص برضه ما وصلش للصح. هو طبعا مش فاهم ان هو ما وصلش. هي الفكره فين؟ ان كل حاجه احنا قلناها لازم يعني ايه تتحقق. لو انا حققت حاجه وسبت حاجه تانيه مش هقدر. فمثلا انا دلوقتي عندي توجيه الجنوب. جميل؟ توجيه الجنوب ده لو ما تراعاش مع الحاجات اللي احنا هنقولها وقلناها لسه ما هتقول لي انت كنت على مش مهندس، انا اشتريت توجيه جنوب وبردان. عظيم؟ ليه؟ عشان حاجه زي الويند فلوريش وحاجات ثانيه. دلوقتي مساحه الفتحه المفروض انها تبقى محسوبه ليها علاقه بمساحه الفراغ. فالمفروض مثلا في بلد زي مصر وهي موجوده في الكود تقريبا، يعني هي موجوده في الكتب وموجوده في الكود.
وموجوده في السيميليشنز. لو انت مش بتصدق اي حاجه اعمل لها سيميليشن. جرب تعمل مثلا اعمل فاكهه 10% من مسطح لا اصل كل واجهه محتاجه فتحات قد ايه. طب الفراغ اللي جوه يعني مش المفروض العلاقه دي تظهر؟ هو انا بصمم من جوه لبره ولا من بره لجوه؟ هل انا اهم عندي الواجهه؟ انا فاهم هو عايز يقول ايه بس يعني انا اهم عندي الناس اللي عايشه جوه ولا الواجهه؟ ما هو بيحسب بناء مش على الواجهه كديزاين، بناء على الحراره اللي هتخش من الفتحات دي. بناء على الراديشن النازل على الواجهه نفسها. طب انا عايز تتخيل معايا ان انا مشيت وراه واداني ان الاوضه دي عايزه فتحه كبيره، ودي عايزه فتحه ودي عايزه فتحه. انا هشغل شكل المبنى بتاعي عامل ازاي؟ والله ست قاعد في الصالون هنا يعني هنا بس ايه في الفتحه كبيره شويه، واحد يدخل اوضه النوم فيعني ايه راسه بتعلينا نضيق الدنيا شويه لما يدخل بقى في الدور يعني انا بقى مش الف ولا دي بقى الدنيا براحتك. فهي الفكره لا يعني مش ماشيه كده. هي في يعني احنا لو سيبنا بعض لنفسنا السيميوليشن الدنيا مش هنعرف احنا حتى نستفيد لها، يعني المبنى هتلاقيه شكله وحاجات كده فاهم. فهو الدنيا احنا بنحترم اللي جوه الاول وبنمشي على الستاندرز. بعد كده عايز تعمل حاجه مور ادفانسد تعمل حاجه مور ادفانسد دي كان هو بيقول لك ايه لا لا هبحبحها لك شويه ما تقلقش افتح هنا براحتك فاهم الفكره. انا اظن الحاجات دي انا ما فيش وراها طبعا. ليه؟ لان انا المعلومه دي هل هي في المطلق؟ هي مفيده في المطلق؟ يعني ايه في المطلق؟ يعني انا مشيت وراها هعتبر اه انا هعمل لكل اوضه وكل فراغ هعمل له مساحه بتاعته اللي جراس اوفر هيقول لي عليها. دي فتحه كبيره عشان خاطر الشمس اللي مش موجوده ودي في الشتاء بقى في الشتاء ايه نظام؟ يعني انت جبت لي معلومه بناء على السولار ريديشن اللي واقع على الواجهه دي في السنه كلها. طب ما ده اصلا فاليو انا ما كنتش عارف. فاهم الفكره؟ السنه كلها دي انديكيشن يعتبر بالنسبه لي ولا لاي لازمه. انا عايز اعرف في الشتاء قد ايه والصيف قد ايه والربيع والخريف وبالتالي اعمل حل فتحه تناسب السنه كلها. يعني الدولار محفوظ ما تروحش جايب لي فاليو عامه كده شامله وتروح قايل لي بقى يبقى هي الواجهه او يبقى الفتحه دي كويسه. الفتحه دي كويسه بناء على فاليو سنويا مجمعه وبالتالي ممكن تحميني في الصيف ويجي في الشتاء لا ما اصل الواجهه ده اصل الفتحه دي كبيره مش معلش هتبقى بردان بقى في الشتاء. طب ما فاهم الموضوع؟ طب معادلة اللي هي 1% من مساحة الفراغ 1% زي ما حضرتك قلت من مساحة الفراغ هل لا طبعا 10% هل بتوفي الاحتياجات في الشتاء والصيف والربيع والخريف؟ اعمل لها سمين المفروض اه. هو القانون المصري وداني الكود المصري دايما بيقول لك كده 10%. ولو الدنيا مثلا في انجلترا ولا حاجه مثلا كنا شغالين على تقريبا حاجه 20% 20 حاجه زي كده. واحنا لما عملنا سيميليشنز عملنا شويه حلول كده وبتاع اوريكم واستعناها خلاها 28%. فانت المفروض اه في البلاد الحاره ما تطلعش يعني ما تزيدش عن 10%. البلاد الحاره لا تزيد عن 10%. عظيم. البلاد البارده لا تزيد عن 20%. بس هذا ما تحتاجه من الزجاج فاهم الفتحات. عايز توسع الدنيا شويه هتعمل شويه حاجات زياده. فيو فاليوز تشتري صغير شويه مش عارف ايه تعمل كذا فراغ للحمايه كده هنشوفها برضه تمام. بس لكن هي الفاكهه انا مش عايز الجلاس سوبر يحدد لي او الريفت وفي الاخر اضيع في فصل من الفصول ومديني فاليو سنويه. لا انا عايز فاكهه تحميني صيف وشتاء خريف. فالويندو تو فلور ريشيو هي ايه اللي هي مساحه الفاكهه الفراغ اللي احنا اتكلمنا عليه. طيب هل دي كافيه ويندو تو فلور ريشيو؟ لا مش كافيه. يعني انا ممكن اعمل ويندو تو فلور ريشيو صحيحه والبس في الهيد بورد. ليه بقى؟ لان انا ما التزمتش بالباسيف زون. في حاجه اسمها باسيف زون. ايه الباسيف زون دي؟ اللي هي بتقول ان عمق الاوضه لا يتعدى ضعف ارتفاع الفتحه. يعني لو الفتحه دي ارتفاعها 3 متر يبقى انا اخلي في عمق الاوضه دي 6 متر. ابعد من كده ما تلومش لنفسك. عظيم.
يعني عند شقتي مثلا توجيه جنوبي والفتحه زي الفل، بس الريسبشن طويل قد كده، بيحصل فوضى حراريه عندي في الشتاء وبيبقى الدنيا ساقعه جدا. جميل؟ اذا الويند تو فلور ريشيو ليس وحده، مفيش اي حاجه لو خدناها اختصرناها كده ونقول ده حل لوحده ما ينفعش، كلام كله يبقى مع بعض. جميل؟ يبقى انا لازم التزم بالباسيف زوم. الباسيف زوم ده هيحقق لي حاجتين. اولا المعادله بتاعت الفخذ والكسب. جميل؟ هتلاقي الفخذ والكسب الشمس اللي هتدخل هنا يعني ايه بزاويه الشمس هتدخل وتبقى في الحته دي كلها، وكمان الفخذ في الليل مش هيبقى ايه مش هتبقى مساحه كبيره قوي، فمفيش فخذ، ما الشمس برضه عرفت يعني ده في مكان كويس يعني قليل. عظيم. ده في عرض ولا ده في دفاع؟ ده في دفاع. طب ما ده في، انا عندي الفتحه ستاندر هنا هي 1 و2 او 1. ده في القاعه لا، انت عندك ال ال الهيد بتاعت الشباك عندك 2 متر 20. ده من الارض. من الارض. التشطيب مش هو ده في ارتفاع الفتحه ولا ده في ارتفاع الحيز؟ لان الاتش هنا لا لا، ما هو المفروض ان هي الفتحه هنا معتبر ان هي المفروض هي اصل مثلا لو الفتحه لو ده الارتفاع بس الفتحه صمتها خالص. لا عموما التوبيك ده ودي كلها ستاندردز، لكن مثلا مع السيميليشنز بداوا الناس يجربوا. بمعنى ايه؟ واحد قال لك طب الفتحه انا هعملها 10%، طب فوق ولا تحت؟ في طبعا في اكواد، لكن في ناس احيانا ماجستيرات ودكتورات هو بيتكلم عشان خاطر ممكن يغير كود. طب اعملها مربعه ولا مستطيله؟ طب مستطيل فيرتيكال ولا هوريزونتال؟ فاهم؟ دي بقى افتراضات انت تقعد تسيميليت بقى عشان في الاخر تطلع ورقه بحثيه او بتاع وتقول ايه ده الويند فلو ريشيو مظبوط بس لو عملناها هوريزونتال هيدخل شمس مش عارف ايه فالاوضه هتاخد اكتر. فاهم الموضوع؟ دي كلها ستاندرز، دي كلها ده اللي هو يقول لك زي ما قال الكتاب، هو الكتاب بيقول لك ايه؟ ان هي ارتفاع على 2 متر 20 يبقى الاوضه ما تبقاش اكتر من ايه؟ من 4 متر 40 مثلا. اكتر ها؟ الكلام ده ممكن بقى يبقى لو عكس لو الهايت هو اللي اعلى حاجه دبل هايت مثلا نفس لو حاجه دبل هايت لو الهايت هو اللي اعلى من ما احنا برضه مش عايزين نجيب امثله مش معقوله، يعني مثلا هل ينفع تبقى زي دي وعملنا مثلا شباك مثلا لو افترضنا قلت مثلا 20 متر وعملنا شباك 2 متر هل الهايت ساعتها هنخليه بقى 6 متر مثلا؟ طب ما اظن ساعتها هيحصل فقد اصلا بقى مش عارف اذا فيها اصلا يعني الفتحه دي نفسها مش هتبقى كافيه ان هي فاظن برضه احترام الاكواد بتاعت يعني بنتكلم برضه على الحاجات العاديه اللي احنا اتكلمنا عليها 2 متر ومش عارف ايه وكده، لكن اظن انا لو ساعتها رحت الفراغ اكبر بكتير لا اجيب لها بقى استراتيجيز ثانيه بقى يعني مفيش فراغ زي اللي احنا قاعدين فيه كده وبيبقى 6 متر يعني احنا بنتكلم بقى على فراغات محكمه او مش عارف ايه الحاجات الكبيره دي اكيد بقى التعامل معاه بيبقى مختلف يعني ممكن يسيميليت بقى لكن احنا بنتكلم على اللي هو الستاندرد بتاع لو سقف 2 متر 70 ده بس الزوم والويند او ريشيو الاثنين بيختلفوا من كود للتاني صح؟ يعني بيبقى حاجه جيفن في الاكواد حسب كل دوله صح؟ هو المفروض الكود معمول بناء على اللي احنا بنقول يعني الكود معمول بناء على ان في الاكواد البيئيه ومش عارف ايه وكده. هنفترض ان الاكواد ماشيه صح يعني لكن لو احنا بنشكك في الاكواد وده من حقنا خلاص نرجع للكتب اللي بتاعت المراجع البيئيه. ولو احنا خايفين عشان تكون مراجع بقيه قديمه شويه فمش اب تو ديت خلاص هنسيميليت احنا نبدا نحس هم فاللي انا شفته ان الكود المصري بيقول 10% والريفرنس بيقول برضه 10% ماشي بس الويند تو فلور ريشيو دي يعني هي يعني خلينا نقول ايه شرط لوحده ولا معاه الشرط الثانيه عشان كله مربوط ببعض ويند تو فلور ريشيو لما بقول لك انا عندي ريسبشن عندي او الليفنج روم الويند فلو ريشيو عندي بتاع كله فول هايت يعني هي كلها الحيطه كلها عباره عن شباك عندي اعملها كلها لو انت عملتها بالورقه والقلم هي كده 10% من الريسبشن لكن ريسبشن لكن انت يعني شفت الشمس فعلا بتطلع عندي في الشتاء هتلاقيها فعلا ان هي اخرها على بعد 6 متر ولا حاجه عظيم طب هي الريسبشن تقريبا عمقها 10 متر
الاربعه متر اللي في الاخر دول لا يروا الشمس. وبالتالي بالليل بقت دي منطقه ضعف يحصل فيها فقر. راضي؟ فلو انا كنت التزمت بين الاثنين، يعني لو التصميم يعني كان ريحني في الاثنين، لو انا حطيت حيطه مثلا 6 متر وقللت شويه يعني ظبطت الوينت فلوريش ماشي. او تبقى نفس الوينت فلوريش دي بس ما تبقاش الغرفه طويله كده، تبقى لا معموله بحيث ان انا احافظ على باسيف زون. واخد بالك؟ لازم الاثنين مع بعض. ايوه. سؤال وجود. ده يقابل معايا فصول السنه الاربعه باختلاف زاويه اشعه الشمس؟ حسب بقى، ما هي فرضا مثلا انت في بلد زي القاهره مثلا عندك الشمس في الشتاء في الصيف بتبقى كده خلاص زي الفل، الشمس هتجيلك هتوصل لحد هنا ومش هتدخلك اصلا في الصيف. لكن في الخريف والربيع الدنيا ممكن تبقى كده. انت ممكن تقول ايه؟ لا مضايقاني دي، خلاص اعمل لك بقى ايه اوفر هانج بسيطه كده. لان احنا احيانا في الخريف والربيع مع ارتفاع درجات الحراره بقوا فاصلين يشبهوا الصيف ساعات. والمفروض يعني انك انت بتتفادى بس زاويه الصيف بس. عظيم؟ لكن لو انت اكتشفت ان الصيف ان الربيع والخريف البانز بتاعتك عاليه، لا يبقى انت محتاج تعمل اوفر هانج. او ممكن تعمل حل الظريف اللي هو ادابتيف ده يعني تقدر تقفلها تحت تقفل بربعها بخمسها. معلش اسال تاني. وانا لما باجي اصمم لو همشي صح اصمم على السنه كلها ولا اخدها فصل فصل؟ هو انت لو انت عملت الصح هتظبط معاك في السنه كلها. يعني انت دلوقتي بتصمم غالبا على الوحش، على زي ما قلنا على الاكستين ده. يعني انت مش بتروح تصمم على الربيع وهو حلو اصلا، صنع الخريف وهو جميل. لو انت مثلا في بلد الصيف فيها كويس بتروح تصمم على الصيف. طب السؤال الثاني، هو انا لو مش هشتغل بالكود وهشتغل ان انا اعمل محاكاه عشان اوصل لاقصى نتيجه، فده هيخليني اشتغل على كل فصل صح كده؟ طب وبعدين هتنقي بعد كده؟ مش عارف. يعني طلعت الفاكهه بتاعت الصيف 10%، والفاكهه بتاعت الشتاء 30%. وفتحت 20%، هتختار بقى هتعمل ايه؟ اللي انت هتعمله ان انت هتقول مثلا انا مشكلتي الكبرى مثلا في الصيف، انا لو عملت 30% عشان ادخل الشمس بتاعت الشتاء في الصيف هتبهدل، وانا فاتوره الكهرباء عندي في الصيف التكييفات وكده انا هتعبني اهو. عظيم؟ فانا هلتزم بال 10% اللي هي بتاعت الكود مثلا، وفي الشتاء يعني هو غالبا الشتاء مش هيبقى مشكله ان شاء الله، يعني المفروض يعني الفرضيه اللي انا بقولها دي، ما يعني تعالى نجيب فرضيه ثانيه ممكن تبقى واقعيه شويه. فرضا ان هي عكست معاك، ظبطت معاك في الشتاء اوكي 10% مثلا، وفي الصيف لقيت ان هي هتبقى بتدخلك حراره شويه زياده. اوكي؟ ده كده ممكن يبقى مثال واقعي. في الحاله ديت اللي انت هتعمله اللي انت هتستخدم نوع الشباك بتاعك نوع فيه حمايه شويه، يعني هتجيبه من اللي هو مثلا على بتاع زمان ده فيه شيش ازاز. جميل؟ تصحى الصبح في الشتاء تروح فاتح الشيف. تصحى الصبح في الصيف تروح موارب الشيف بتاعك. تجيب نايت شاتل في مصر. تجيب ازاز دبل جليزنج مثلا. او زي ما بقول لك هذا الشيف هو يعني هات مثلا ستاره اللي فيها بلاك اوت ومش عارف كده. يعني انت حطيت شويه حاجات زياده في الصيف لان ده افادك في الايه؟ في الشتاء، والحاجه اصلا الشيش والازاز والحاجات دي كلها بتستخدم. لكن فرضا انت بتقول ايه؟ لا انا عايز هو الازاز ده نفسه وهو كده كده، لا مش هينفع. ده في حاله ان انت اكتشفت ان هي
اصل هو على فكره هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انت تتعامل مع النار ده يعني هو كانه كائن حي. يعني هل انت بتلبس لبس واحد خلال السنه كلها؟ ما ينفعش. انت لو عايز تتعامل مع المبنى انه بشكل بيئي تتعامل معاه ان هو كائن حي. فلو هو كائن حي لازم شويه حاجات بتتغير، شيء يتقفل، شيء ده اختراع عظيم جدا، تقفل ربع وتقفل تربعه وتعمله كده عشان تقفل شيء تقفل. لكن ان انت تقول لا والله هو ازاز واحد انا عايز طول السنه وخلاص ادفع ادفع يو فاليو بقى، زود اليو فاليو بتاعه ويجيب غالي شويه وبتاع وكده عشان خاطر يؤدي لك اداء الشيش انت لغيته. وبعد ما اخلص اسال في جزئيه الشيش اسال حاجه كده. فده مثلا مثال على الايه؟ على موضوع الباسيف. اكتر من كده هتلاقي الشمس اصلا مش قادره او الاضاءه مش قادره توصل لحد الاماكن اللي هو كان ظلمها اصلا. هتلاقي كمان ده اشعاع حرائي مش قادر يدفي لك الحاجات اللي ايه؟ العميقه دي. فلا منها افادت في الاضاءه ولا منها افادت في الـ. بعد كده الانفلتريشن ريت اللي هو اللي قلنا عليه هو معامل الايه؟ التسريس. معامل التسريب ده زي ما احنا قلنا ده بيبقى له علاقه بمدى ان المبنى ده كان اتقفل كويس ولا لا. لو هو في البلاد مثلا بارده عشان خاطر عندهم الدنيا بره بتبقى تلج ومش عارف ايه، فالموضوع ده بيصرفوا عليه كتير. لازم اماكن الارتقاء دي كلها بيقعدوا يحطوا حاجات بقى مواد عازله عشان خاطر ما يبقاش فيها ثيرمال بريدج، وكمان بيحطوا عزل نفسه في الحوض عظيم، وبيزودوا طبعا العزل اللي بره اكتر من بتاع الواجهات. وفي معلومه دارجه ان في ناس بتعمل عزل كويس قوي في الحيطه نفسها بس ما بتعملش ايه؟ في الثيرمال بريدجز مش بيعملوا لها عزل، وبالتالي ما يكونش كده عمل تجيب شيكات تايهه يعني. ليه؟ لان انت ممكن تعزل كويس قوي زي ما قلنا تجيب شيكات غالي قوي بس الخياطه بتاعته ضعيفه قوي فهتسعر عظيم. فانت محتاج تعمل في البلاد البارده ممكن تعزل الحوائط وكده، لكن اهم كمان ايه؟ الثيرمال بريدجز كلها تتقفل. فلو الانفلتريشن ريت لو المبنى هو متقفل كويس الانفلتريشن ريت بتاعه هيكون من 0.5 اللي فيما اقل عظيم. لو المبنى ده قديم او زي اغلب مبانينا كلها على الذهب اللي بيحصل بره بيرد جوه على طول، هتلاقيها بقى ممكن من اوبن فايل لحد واحد عظيم. معروف ان المباني القديمه بتكون مهترئه شويه، لكن طبعا مع جوده المباني الضعيفه فحتى الجديد ممكن يبقى ايه؟ يبقى وحش الا يكون في كود مثلا بيحدد ان يكون في تشطيب يبقى كواليتي معينه، العمال نفسهم يبقوا عارفين ازاي يقفل ده مع ده ومش عارف ايه. ده شكل الايه؟ الثيرمال بريدج والعلاقه بتاعت ان ممكن يبقى فيه عزل كويس للحيطه، لكن لان ما حماش الثيرمال بريدج وبالتالي ايه؟ اللي حماه من هنا عرف يهرب من عن طريق الاسلاك نفسها بسبب الايه؟ نقطه الالتقاء دي الثيرمال بريدج. سؤال معلش في السكشن اللي هو انا لو عندي بلكونه زي دي او بره تمام؟ الشمس متعرضه انا اعزل خلاص انزل نعم تاني مكان الراجل اللي هو ده دي بلكونه مثلا الشمس متعرضه للبلكونه دي ماشي فتنتقل الحراره عن طريق الاسلاك. لا انا مش عايز اعزل البلكونه، انا عايز اعزل النقطه دي بس. طب ما هو اصلا هي الحراره هتنتقل عن طريق الاسلاك ومن بره لجوه مش الاسلاك ذات نفسها في الاسلاك نفسه خلاص ماشي. لو انت عايز تعزل الاسلام نفسها اعزلها ايه المشكله؟ يعني لو انت عايز تعزل ده بحيث ان انت تحميها من بدايتها بره خالص، يعني هم عاده بيعملوا كده هنا. يعني بيحطوا مثلا مكان الارتقاء ده، لكن انت بتقول انا في كمان حاجه يعني لو انت عايز خلاص تحط كمان عزل كده خلاص. يعني اعزل البلكونه من بره، المهم طبعا تحافظ على الليفل يعني هو زي ما لكن حلولك انت بقى يعني والسيميليت برضه، لان ممكن برضه تعمل مشكله من حاجه مش مشكله، فاهم قصدي؟ يعني سيميليتها اعمل لها سيميليشن، اعمل مره البلكونه دي معزوله لان ده في الاخر مصاريف فلوس، واعملها مش معزوله، واعمل عزلك مره بره، واعمل عزلك مره بره، دي كلها بقى ايه؟ طرق استدراك، فان انت لما تدخل بقى في العلم ده تبدا ان انت ايه؟
تسيميليت الحلول اللي انت شايفها انها منطقيه. في حاجات ممكن تفاجئ انها فعلا طلعت دي فرضيه اسمها هايبوثيسز، ممكن الفرضيه بتاعتك دي تطلع صح، وفي ممكن تفاجئ ان لا انا عزلتها وبتاع وما فرقت ولا حاجه. فاهم الفكره؟ هي نفس الحراره تقريبا مالهاش لازمه. في حاجات بتفرق درجتين ثلاثه اربعه كده، هي دي اللي انا احط فيها فلوس. في حاجات انا ببقى معتقد ان هي يعني مثلا انا كنت معتقد ان عزل الحوائط في البلاد اللي زينا، عزل الحوائط الخارجيه في البلاد اللي زينا زي عزل الحوائط اللي في البلد البارده، شفت ان هي ولا ليها يعني. لو المبنى مصمم كويس كويس ما تحطش يعني، حرام عليك تحط عزل في حيطه خالص، يكفيك ال 25 سنتي بتاعت الحيطه دي فتحات مظبوطه بس بدون مش عارف ايه، لكن بره ما يعرفوش يستغنوا عن العزل الحوائط الخارجيه. فهو الفكره احيانا الواحد بيبقى معتقد ان الموضوع عظيم قوي وكده وبتاع، في الاخر يسميليت لا الموضوع بقى. انا كنت فاكر برضه ان الناس زمان كانوا بيعملوا الحيطه الكبيره قوي دي عشان خاطر يعزلوا، طلع ان هي دي مواد البناء يعني. بالظبط يعني كنت فاكر ان هي لها بعد برضه دي، لما جيت اسيميليت وقعدت اخسس في البتاع لقيت ان مش فرقتش كتير يعني. فاحيانا الواحد لما اعتقد حاجات يجي يسيميليت ويشوف. بس هي مش دايما مواد البناء كانت بتبقى بالحاجه دي يعني، اتوقع ممكن من عشان مفيش ليفل سيميليشنز وكده، ممكن هم كانوا في اعتقاد ان هي هتعمل فرق عن طريق التجربه يعني. اصل مثلا يعني موضوع مثلا البناء بالحجر او كسر الحجر وكده، هو الحجر اصلا تقدر تحطه في قطار 40 وتقدر تحطه في قطار متر ولا لا؟ ما هو احسن حاجه يقول لك كستراكشر يعني كعامل يعني بالظبط كعامل انشائي. ايوه انا فاهم، بس اقصد يعني هو ممكن يكون فعلا محتاج يعملها متر في الدور الارضي عشان هيطلع في الدور الثاني يعملها نص متر مثلا، فاهم الفكره؟ فلو هو عملها 30 سم مش هتشيل معاه. انت واخد بالك؟ ممكن يكون هو ده السبب، المبنى مثلا زي بتاع سلطان حسن ده ما ينفعش هو يعرف يقطعه فعلا، لكن هو مش هيعرف يشيل القبه دي اللي مش عارف يتنمت او مت. اه بس انا اقصد ان حتى في المباني اللي كانت بتروح بتلاقي برضه ان عندهم قطاعات محتاجين في الدين بالذات او كده، لكن انا لما جيت اعمل سيميليشن لقيت ان لو خليتها نص غالبا الاداء مش هيختلف، فاهم الفكره؟ فهل ده بقى كان بسبب هم معتقدين كده؟ هم ماتوا من 20 سنه، ولا هو ده كان ستراكشر فعلا مش قادر يقلع كده والمبنى مش هيتشال مثلا؟ ممكن ده بقى بس اللي انا متاكد منه عم بديت سيميليشن. بعد كده الثيرمال ريزيستنس او الثيرمال كاركترستكس اللي هي الخصائص الحراريه بتاعت المواد، ودي بقى اللي الناس كلها بتتكلم فيها اللي هو اليو فاليو والار فاليو كي فاليو، طوب الطين ولا قش الرز ولا الطوب الاحمر ولا اللايم ستون ولا الطوب الاسمنتي. اليو فاليو اللي هو زي ما احنا قلنا اللي هو الهيت لوس كوفيشنت او معامل الفقد الحراري، كي فاليو اللي هو الثيرمال كوندكتيفيتي اللي هو التوصيل الحراري، والار فاليو اللي هو الثيرمال ريزيستنس المقاومه الحراريه. ف اهم طبعا فاليو الناس كلها بتركز عليه اللي هو اليو فاليو، وبرده الثيرمال كوندكتيفيتي برده انديكيشن لا باس به يعني. كي فاليو ايه هو؟ الثيرمال كوندكتيفيتي التوصيل، فبرده لو التوصيل عالي فده فاليو وحش يعني، ده كده انديكيشن مش حلو. واليو فاليو برده لو الفقد عالي فسواء التوصيل عالي او الفقد عالي فكده اعرف ان كده في الماده دي مش كويسه. واحنا قلنا ان اقل من واحد يبقى احنا بنتكلم في ايه؟ نبدا نتكلم. اكتر من واحد نبدا نعلم. ف هتلاقي مثلا ايه؟ الطوبه الحمراء ديت الحيطه اللي هي السنج اللي هي على نص طوبه بتبقى 0.949 الفاليو بتاعها. في حين اللي هي الحيطه الكامله اللي هي طوبه كامله 25 سم الفاليو بتاعتها 0.793. نفس المقاس ده او يعني اصغر شويه طوبه 21 سم من الطوب الاسمنتي هتلاقيها 2 ضعفها، عظيم اكتر من ضعفها دي 0.7 دي هتلاقيها 2، لان طبعا الاداء الحراري بتاعها
تبقى المحروقه اللي تبقى الحمراء المحروقه دي تبقى حياتها احسن من الاسمنت. يعني الارقام دي من غير اي تدخل؟ من غير اي تدخل والله اه تقريبا من غير اي تدخل، لان لما انت بتعمل حته كامله بيبقى ليها حساب تاني. بعد كده ايه؟ لو هولو بلوك 20 سنتي، فطبعا الهولو بلوك بيبقى عباره ايه؟ مفرغ في الهواء اللي في النص ده عمل حمايه فنزل جامد، نزل 0.476 فاليو كويس، بس اللي يقدر يدفع وكمان تقيله، الهولو بلوك تقيله على الوزن. فاللايم ستون اللي هو الحجر الجيري هو ده اللي احنا بنقوله، لما يبقى نص متر بيبقى 0.723 لما يكون نص متر، فاوريدي الريفري بتاعه كويس. الحجر الجيري ده نفسه لو خدنا بقى منه زنطوط كده زي الطوبه مش هيبقى، هيبقى هيعدي بقى اكيد مثلا 1.5. سترو بيل اللي هو القش الرز لو 47 سنتي هيبقى 0.12، عشان كده هو عازل ممتاز، ولكن عيبه ان هو نعم مفيش حاجه وسط الرقم. اه بس هو عيبه كمان ان هو يعني هيبقى مسمي، هو محتاج يتكبس ولا حاجه، لو هو دخل في مرحله تصنيعيه هيبقى عظيم، لو مسميته ديت ممكن تخليه ان هو يبقى ضعيف. مش تقريبا بيشطبوه زي بروتين او حاجه من بره؟ لا احنا بنتكلم بقى في حاجه هتبقى مش حاجه يعني مش حاجه تقليديه، احنا بنتكلم حاجه كوميرشال، يعني غصب عني بفكر دايما. هو لو دخل في مرحله تصنيع ممكن يبقى بورد تتباع بدل مثلا الفوم اللي بيبيعوه ده، ويبقى حاجه جرين ظريفه، فاهم؟ يتكبس كبس مع الدهيب يعني يبقى اللي بتاع كويسه. ولو هم خلطوا بقى خرسانه او اسمنت مع القش الرز ده ممكن يوصل ل 1.63 بدل من ايه؟ يعني مش باين هنا بقى، هو هتلاقيه يعني ممكن ينزل النص بقى. كونكريت سلاب لو 15 سنتي رد الخرسانين 1.3. بس هذه حاجات كده سريعه كده عشان نبقى عارفين يعني اليو فاليوز. السنجل جليزنج اللي هو اللي ورا عمر هتلاقيه اليو فاليو بتاعه 5.88 5.88، فلك هتتخيل بقى احنا بنتكلم في 1 و بوينت مش عارف ايه بتاع، والازاز يجي يضرب لك كده. لو دبل جليزنج هيبقى 2.88 برضه، يعني لا زالت المشكله. اذا استخدمنا الزجاج ايه؟ لو احنا يو فاليو بتاع شباك اللي هو بتاعنا بتاع البيت اللي هو الخشب العادي ده، الشباك نفسه 0.9 0.9، المشكله في الايه؟ في الزجاج نفسه اللي جوه الشباك. هنا كان بحث يعني كان عامله حد مصري في 2012، فبيقول ان المفروض ان الروف يكون الفاليو بتاعه بيوصل 0.7. ده مثلا سيميوليشن انا كنت عامله على نفس الفراغ، بس غيرت ايه؟ غيرت ال اليو فاليوز، يعني غيرت الماتيريال بتاع الحوائط الخارجيه، وبصيت بعمل سيميوليشن هنا في الشتاء وهنا في الصيف. فهو ده اللي احنا كنا بنقوله. ده السؤال بتاعي، اول سؤال عموما اللي نساله يعني، عندي صيف وعندي شتاء وعندي كذا، المفروض اعمل ايه؟ المفروض الاقي ايه مين؟ الاقي ده ولا اعمل؟ فالفكره انت بتقعد تعمل البحث بتاعك وبتشوف اكتر حاجه مناسبه للاثنين. عظيم؟ فهنا انا عملت سيميليشن في الشتاء والصيف، فلقيت ان في حاجات ظريفه قوي في الصيف زي قش الرز دوت عالي قوي في الصيف، وفي الشتاء نزل بسرعه تحت قوي لانه مسامي، فايه؟ ففي هواء بيدخل، يعني هو البرنامج مش بيتعامل معاه ان هو يو فاليو بس، بيتعامل معاه ان هو يعني كمان ايه؟ انت واخد بالك؟ يعني هو لازم له حمايه.
لكن لما انا حطيته هو كده على هيئته فالبرنامج شاف ان هو في حاجه مثلا في هواء هيمشي من جوه. فمثلا هتلاقي ان حاجه من الحاجات الظريفه هنا هتلاقي اللايم ستون مثلا كويس قوي في الشتاء وكويس قوي في الصيف، احسن واحد الازرق ده كويس هنا في الصيف اقلهم وهنا اعلاهم في الشتاء. هنلاقي مثلا ده اللي هو الطوب الاحمر بتاعنا الغلبان ده واخد فاليو كويسه جدا برضه عظيم، وهنا برضه عالي زيه زي قش الرز هنا في فاحنا بناخد ايه؟ بناخد الحاجه اللي بتمشي معانا في الفصلين يعني. الهولو بلوك برضه الاسمنت دوت هتلاقيه الاداء بتاعه كويس هنا برضه ده كويس هنا. وفي الاخر ممكن احنا بنفضل ما بين الديتيلز وفجأة ان الموضوع فرق في نص درجه ولا حاجه، الموضوع مش ازمه، لكن في حاجات فعلا بتبقى مشكله. ده شكل الازاز لما اللي هو الدبل جليزنج لما بيجي عليه الشمس، ان هو يعني مميزاته شويه ان هو في شويه هينعكس قبل ما يدخل اصلا، وبعد شويه في الطبقه الاولانيه شويه الشمس هيدخل جواها، وبعد شويه الهواء اللي في النص ده هيدخل هيحمي برضه، وبعدين الطبقه الثانيه هتحمي فبيقلل شويه الدنيا قبل ما يدخل. لو انت مصمم المبنى بتاعك صح فالانصاف دي مش هتفرق معاك، لان هي اصلا يعني بمعنى ايه؟ انت مشاكلك مش مع الانصاف، مش مع نص ونص، انت مشاكلك مع مثلا فرق 15 درجه. فاهم الفكره؟ لو انت للتصميم اصلا ما عرفتش توصل لهم تاكد ان النتيجه مش هي اللي هتخليها. بمعنى تاني لو التصميم بايظ فانت مشكلتك مع 15 درجه، فان انت بقى تحاسب الدرجه دي ولا دي عشان خاطر نص درجه هنا نص درجه ماشي يا عم درجتين دفعت عليهم كام مليون كده في المبنى لسه خد عندك مشكله في 13 درجه. فهمت الموضوع؟ خلينا ناخد تستيب كده. هو انا لو صممت قبل ما اروح في موضوع الماتيريال وان انا اشوف العزل والكلام ده بعمل سيموليشن اعرف درجات الحراره الاول اللي داخله المبنى صح كده؟ لا انت المفروض تمشي الاول على الاي بي سيز اللي احنا خدناها مره فاتت والنهارده قبل ما تعمل سيميوليشن اصلا. طب ما انا ماشي انا وصلت ان انا عملت المبنى. ولسه ما اخترتش الماتيريال ولا عزلت ولا عملت اي حاجه. انت بالظبط عامل زي الترزي كده. تاخد القياسات تشوف الديزاين في دماغك وتاخد القياسات بتاعت الراجل وكل حاجه، فاهم الفكره؟ بعد كده بقى تقول لي انا هستخدم انهي بقى قماش. ايوه انا لما ابدا بقى اشوف بقى القماش ده ها طب انهي بقى خياطه ده لكن ما ينفعش انا ابدا من انا اقول ايه طب انا هعمل سيميليشن ده خليها دي اخر حاجه ما انا كنت تصميم صح اصلا. انا وصلت لمرحله ان بقى في تصميم اخش بقى على مرحله ان انا اختار ماتيريال والحاجات ديت مش قبل ما اعرف المشكله في مشكله في التصميم ولا لا. ما المفروض اللي انت اخدته ده المفروض يعرفك ان شاء الله مفيش مشكله هتشوفها. ده برضه ايه شكل الازاز يعني لما يكون دبل جليزنج ولما يكون بقى كمان ممكن يبقى جواه غاز معين بيملوه جوه اللي هو ارجون او كريبتون. وده الفرق ما بين اليو فاليوز بتاعت الزجاج بقى سواء كان يعني هو دبل جليزنج في كل الاحوال، بس هنا سواء في هواء او في ارجون او في كريبتون فال في وفي لو اي وفي ازاز عادي. فلو هو ازاز عادي سي دبل جواه هواء بيبقى اليو فاليو بتاعه ممكن ايه من 0.7 كده لحد 0.5. لما بيكون ارجون بينزل شويه، لما بيكون كريبتون طبعا اقل. لما يكون بقى كمان لو اي بينزل بقى ممكن توصل لحد ايه 0.25 ولا حاجه. طبعا الفاليو دي منخفضه جدا ولكن غاليه قوي قوي عشان تعرف تشتري الازاز ودي مواصفات. بعد كده من الحاجات برضه اللي احنا محتاجين نحترمها ما يسمى السير منظوري. احنا كنا بنتكلم في الحاجات دي بسبب انتوا رايحين يعني كنا بنتكلم ايه الحاجات دي اتفضل لكنها عدينا عليها يعني. لكن السير منظوري ده زي ما قلنا من شويه ان
المبنى بيتقسم زونز افقيا وراسيا. جميل. راسيا بيبقى انا عندي الدور التحتاني بيكون بالليل ساعة عظيم اسف بالليل دافي والصبح بيبقى ساعة بيبقى بارد. ليه الصبح بيبقى بارد؟ لان هو كان محمي من اشعه الشمس اللي متهدلين فيها الناس اللي في الدول الاخيره. لكن هو كان قريب من الارض وبالتالي وبالتالي الصبح الشمس محمي منها. وليه دافي بالليل؟ دافي بالليل لان هو اللي في الادوار الفوقانيه فتحوا الشباك بالليل والكروس فنتيليشن اشتغل كويس والفقد الحراري عندهم كان سهل. لكن هو عيني ساكن في الدور الاولاني في عربيات وفي شجر وفي عمارات حواليه وبتاع، فالفقد بالنسبه له بعد ما اكتسب حراره خلال اليوم الفقد كان صعب بالنسبه له. الدور الفوقاني اللي هو الدور الاخير العكس، الصبح بيبقى حار لكن زي ما قلنا يفتح الشباك بالليل بتلاقي الفقد عنده سريع لان الحراره سرعه الرياح عليه وبالتالي الفقد عنده سريع. الادوار اللي في النص هي في النص لا منها واخده عيد الارض ولا طب ده بالنسبه للفيرتيكال. طب بالنسبه للهوريزونتال، هوريزونتال زي ما قلنا في شمال وجنوب وشرق وغرب. الشرق بيبقى دافي الصبح والغرب بيبقى دافي على العصر والشمال بيبقى بارد اغلب الوقت او السنه كلها والجنوب بيكون في النص بيبقى دافي في الشتاء وبيبقى بيبقى دافي في الشتاء وبيبقى معتدل في الصيف. جميل. بيبقى بارد في الصيف بيبقى معتدل في الصيف. وبعد كده ما بينهم بقى ما يسمى بثيرمال بافر، حاجه كده محميه في النص. طب انا استفدت ايه من الدراغي ده كله؟ استفدت ان انا في ديزاينز ده اللي احنا هنشوفه بتطلع اصلا من ثيرمال زونينج والبفر ثيرمال بفر والحاجات دي كلها. انا بالحاجات اللي احنا بنقولها دي كلها في ديزاينز كامله بتطلع. يعني مثلا عندنا هنا في القصر الحمراء اللي هو في اندلس ده هتلاقي مثلا هو ده التوجيه ده شمال كده لفوق ودي المفروض دي قاعه بتاعت السفراء ودي تقريبا اهم قاعه في الليله دي كلها. فهو عمل لها عمل لها الاول المدخل ده وعمل لها هنا اركيد وبعدين حط هنا ميه وبعد كده عمل اركيد ده تاني وبعد كده راح جه هنا اللي هو عمل زي زي البفر كده وبعد كده القاعة اللي هي الرئيسية. فلما جم طيب دلوقتي عندي الأول أنا عايز أدخل اللي هو القاعة بتاعت السفراء دي ناس جايين من بره ومش عارف فهدخلهم هنا الأول هلاقي أركيد كده وبعد كده في هنا زي حمام سباحة كده أو زي نافورة أو كده وبعد كده هلاقي هنا زي اركيد تاني والاركيد ده فيه مساحه كده صاله كده مع اللوبي كده فاضي وبعد كده اللوبي الرئيسيه بقى اللي هي المكان اللي انا عايز اوصله. فهم لما جم يبصوا بقى حديثا عن اللي يشوفوا زوايا الشمس وبتاع لقوا مبدئيا ان الفراغين اللي هم عاملينهم دول الشمس بتاعت الشتاء هي بس اللي داخله جوه الفراغ ده. ده رقم واحد. لكن الشمس بتاعت الصيف والربيع وكده الشمس بتاعت الصيف تكاد تكون اللي هي خلاص محميه 100% وبتاعت الربيع والخريف داخله جوه الاركيد الاولاني. الاركيد الاولاني يدخل لك شمس الربيع والخريف والاركيد الثاني يدخل لك شمس الشتاء. فدي اول حاجه الاول. ثاني حاجه حطوا زي داتا لوجرز بتقيس درجة الحرارة جوه المبنى جوه الفراغات حطوها
جوه الايه جوه ال جوه الـ جوه الفراغ اللي هو الـ جوه الفراغ ده، وفي واحد تاني هنا في الفراغ الداخلي ده عظيم. ودي درجات الحراره اللي هي الدوت ديت، دي هنا في الشتاء وفي الصيف. جميل، يعني دي درجات الحراره الدوت ديت في الشتاء، دي ايام يوم 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 كده، ودي ايه في الصيف. جميل، فباين طبعا الايه الصبح وبالليل وكده، ان الدرجه الحراره بتعلى الصبح وبعدين تنزل بالليل وبتعلى. وفي الشتاء طبعا درجه الحراره بتبقى ايه ما بين الصفر وبين ال 20 او حاجه 20، وفي الشتاء وفي الصيف ما بين تقريبا 13 مثلا لحد 15، بتوصل لحاجه مثلا 30. ده في الصيف وده في الشتاء. لكن ده الصاله اللي هي اللي هو الخط التقيل ده التخين ده، دي اللي هي الثيرمال ايه؟ ثيرمال بفر اللي جوه دي. جميل؟ فهنلاقي ايه؟ ان الثيرمال بفر اللي جوه دي درجه حرارتها تكاد تكون ثابته الفصل الايام كلها. الفاكتوريشن بتاعها قليل جدا، لو تاخد ايه وزن 10 درجات كده وخفيفه خالص. وهنا برضو في الشيء في الصيف حاجه برضو ايه ثابته جدا. واحنا التصميم المفروض يعني ان احنا عشان دخلنا في السيميليشن كده وعايزين نقيم الاداء الحراري اللي احنا وصلنا له، يعني لو لقينا ان احنا وذين كومفورت رينج بس البتاع طالع نازل كده مش حلو برضه، حتى لو وذين كومفورت رينج ما تخلينيش كل شويه ساقع بارد انا احس بيها. هتقول لي لا ما انت وذين كومفورت رينج، اقول لك ماشي بس انا ما تقعدش تغيرها كده، فالمفروض ان هي تبقى ايه؟ نص درجه درجه كده رايح جاي. هو ده ممكن يحصل؟ ها؟ ممكن يحصل انها تاخد السين وي ده؟ اللي هي اللي هي درجه الحراره جوه المبنى يعني؟ ممكن بيحصل طبعا. بيحصل تصميم وحش لما بيكون اصل انت في الاخر انت مش عارف تفصل نفسك عن الدنيا بره 100%. فالدنيا بره مثلا سبعه وبعد كده مش عارف كذا وبعد كده، لا انت محتاج تبقى في حمايه لدرجه ان انت لا ما تبقاش انت متاثر بره بشكل فظيع. هو هنا عمل اركيد وبعدين بعد الاركيد مش عارف ايه، فاهم الموضوع؟ بس ف كانك بالظبط حاطط ازاز قوي شويه، ازاز يوفا. لو انت عجبت ازاز يوفا بتاعه منخفض جدا وعملت تصميم صح وهتوصل لحاجه. لكن انا مش صح ان انا كنت قاعد كل حاجه بتحصل بره انا قاعد بتاثر بيها حتى لو هي في نسبه وتناسب، بس برضه لا ما انا هحس بيها. فاهم الفكره؟ بس ودي الغرفه ايه اللي هي الجوانيه خالص اللي هي، فبرضه ايه بيبين لك قد ايه لو هو تصميم صح بدون اي بقى مواد عزله ولا من اي حاجه، قد ايه انت بتعرف تحمي المبنى من التقلبات اللي هي الفظيعه ديت اللي انت عزلت الفراغ اللي جوه. هو ده المطلوب. لكن فرضا ان انت مثلا خليت الفراغات اللي جوه بدل ما هي الفرق كده، الفرق ما بين ايه؟ 8 ل 10 اليوم كله طلع في درجتين، هو ده المطلوب. لكن تخيل لو انت جوه الفراغ ما بين مثلا هو احنا عندنا مثلا 17 لصفر، انت مثلا جوه ما بين مثلا 10 مثلا 7 ل 10 7 مثلا 17 ولا حاجه، مبهدلني بقى انت عشان انا عايز انعزل، انا عايز قدر الامكان انعزل عن الدنيا برضه. مش الاحسن او الانجح ان انا اكون محافظ عامل معزول عن بره، بس معزول في ليفل اعلى، يعني مثلا في الشتاء اكون معزول بس واخد الدرجه الاعلى تمام صح طبعا. ولكن هو في ردين على السؤال ده. الرد الاولاني ان زي ما قلنا قبل كده، لو الدنيا بره 40 ودخلتني 30 هحس ان انا يعني ريفرش كده. ولو الدنيا بره 7 او 0 ودخلتني جوه 7، يعني لو هي بره 0 ودخلتني جوه 7
انا احس بالديفرنس بيه عظيم بالذات ان ده لا انا اسف مش سبعه بقى لو هي بره صفر ودخلت جوه لقيتها هنا في الصاله الرئيسيه بقى هتلاقيها مثلا 12 درجه فرق احس بالايه؟ بالدفع. طب لو انا ده الاجابه الاولانيه ان الدفء بيبقى نسبي. انت اصلا الدنيا بره كانت عامله ازاي؟ بس انا اقصد ان هنا العكس يعني مثلا هو في الشتاء مثلا درجه الحراره توصل بره 15 بس انا جوه القاعه مثلا ممكن توصل ب 10 او 12. انا في الحاله دي انا بدخل مكان ما هو بقى ما الحمايه ديت حميتك يعني على قد ما هي حميتك بالليل وفي نفس الوقت برضه ما خلتكش ايه ان انت بقيت الدنيا برضه ايه هي خلتك الدنيا متوازن. لكن الاجابه الثانيه اللي انت برضه ايه زمان اكيد كان بيلبسوا لبس معين واخد بالك يعني احنا على وضعنا دلوقتي مش هنرفض ده هنقول لك لا انا عايز كل ده يطلع بقى في الكومفورت رينج بتاعي ومش عارف ايه هنصرف بقى على الراتب. لكن هو وقتها انا خلاص انت دخلتني من صفر ل 15 كتر الف خير البس بقى مثلا لبس زياده بس انا احس ان اوصل ل 20 دي وانا كده يعني. لكن دلوقتي اللي هو يعني الانسان اللي القرن 21 بيحب يبقى لابس نص كم جوه بيته في البلاد الاوروبيه وكده هتفضل حاضر تبقى صفر وماينس مش عارف بس. لكن هو وقتها خلاص انت 15 درجه فرق ده حلو قوي ان انا بعد كده في ضغط الهواء اللي هو ايه ان الرياح بتتحرك من ايه من البارد للساخن يعني وبالتالي بيحصل فرق الفصول يعني لما بيبقى الغلاف الجوي بارد والدنيا بتبرد بالليل لأن الغلاف الجوي بالفعل بارد وساعتها الهواء بتاعنا دلوقتي ده اللي هو السخن ده خفيف أصلا فبيروح بيطير وبيقتل الهواء البارد. اوكي ده بسبب ضغط الهواء. وبيحصل ساعتها بقى ايه اختلاف الفصول واختلاف مهما الجغرافيا برضه بيأثر مثلا في زي ما احنا قلنا كده في طقس استوائي ولا حاجه ففي زرع كتير وامطار عندهم الجو كله مليان رطوبه فيبقى كده الضغط عندهم عالي ينفع تلاقي التغير المناخي عندهم مش زينا. بعد كده في حاجه اسمها اير تشينج ريت بير اور اللي هو دوره الجو يعني او دوره تقدر مثلا الجو كده داخل المكان بمعنى ايه؟ انا دلوقتي عندي الاوضه اللي احنا قاعدين فيها دي المفروض ان هي فيها فتحات الفتحات دي او فيها نظام فنتليشن سيستم ايا كان ايه هو بيغير لي الهواء اللي في الاوضه دي كل فتره كويس؟ طيب لو الاوضه دي فيها 20 واحد هل التعامل معاها زي اوضه فيها 5 او 20 او 30 او كده؟ طب لو الناس اللي جوه مثلا بيلعبوا مثلا لعب العاب زي جيم او كده هل زي الناس اللي قاعده؟ لو الناس اللي جوه مدخنين الناس اللي جوه لو ده مطبخ عظيم لا فلو في مثلا عربيات وباركينج فلازم الدوره بتاعت الجو دوت او الاكسجين او كده تكون مختلفه في اوضه نوم غير مطبخ والا برضه انا هقعد اعمل كل ده في الاخر التطبيق بتاعي يطلع وحش لاني ما كنتش عارف سالم دي مثلا غرفه مدخنين دي غرفه فده مثلا حاجه كده ايه جدول عن موضوع الاير تشينج بير اور ده انه المفروض مثلا في البيسمنت بيبقى فيها رجل عليها قليل اللي هو البدروم رجل عليها قليل فيها كام واحد ينزل ولا حاجه فايه من 3 ل 4 مرات المفروض الهواء يكون بيتغير داخل الفراغ من 3 ل 4 مرات في الساعه. لكن مثلا في ايه في المطبخ لا من 6 من 7 ل 8 مرات. في اللوندري مثلا لو هم في بره بيعملوا لوندري روم كده 8 ل 9 مرات لانها شغاله بتطلع ايه روائح وكده وبتاع ورطوبه وبتاع. البيزنس اوفيسز 6 ل 8 مرات مش عارف ايه وهكذا.
سموكينج اريا 13 ل 15 ميه مره، مدخنين وكده في محتاجين ان انا اغير، فكل ده بيفرق معايا برضه في التصميم. وجديد بذكر مثلا ان درجه الهندسه بيقول احنا مخنين هو المبنى واخد بيه سيرتيفيكت وبلاتينوم مش عارف، بس هم بيقول لك مخنوق، فغالبا في مشكله في دوره الهواء يعني. بعد كده الاكوستكس دي برضه يعني ايه، بس يعني اللي انا برضه بتعامل مع الضوضاء اللي هي تشبه ال حاجه من ضمن برضه الحاجات اللي في البيئه، المعضلات اللي في البيئه، شارع، مطار، مش عارف ايه، عربيات، ايا كان. فاجي برضه ان انا بحط في دماغي يحصل نوع من الحمايه، وابقى برضه قادر افهم الديسيبل وال عشان اعرف اقرا. فدي برضه زي انديكيشن كده عن صوت الطياره كام ديسيبل، مش عارف ايه، لو واحد بيوشوش كام ديسيبل. بعد كده الالبيدو، الالبيدو ده له علاقه بلون السطح. فبيقول ان ايه، ان البيدو از ان اكسبريشن اوف ذا ابيليتي اوف سيرفيسز تو ريفليكت سان لايت. جميل، هيت فروم ذا سان. لايت كولرد سيرفيسز ريتيرن ا لارج بارت اوف ذا سان ريز باك تو ذا اتموسفير. يبقى دلوقتي لو انا عايز لو انا عملت مباني ولو انتهى لون فاتح، دي هتعكس قدر كبير من الايه، من اشعه الشمس. والعكس صحيح، فلو انا عملت المباني بتاعتي لونها فاتح يبقى كده لارج البيدو او هاي، اسف، هاي البيدو. ولو دارك سيرفيس يعني لو مباني لونها غامق هتبقى ايه، لو البيدو. طب اللو البيدو والكلام ده كله، اللو بيبقى زيرو لو اسود خالص، والواحد لو هاي يبقى ابيض تماما، وما بينهما بقى ايه. فبرضه دوت بيأثر عليا في كل حاجه، في درجه الحراره بره، درجه الحراره جوه. فما ينفعش ان انا برضه اقعد العب براحتي وبعد واعمل تصميم ممتاز جدا واروح مثلا عنده الوان بدماغي عشان خاطر انا فاكر دوت مش هيفرق، هيفرق معايا جوه وهيفرق معايا بره. جميل، خلاص خلصنا. هارمونايز بقى ندخل كل ده في التصميم مع الحاجات اللي احنا قلناها. يعني مثلا ايه، ده مثال على اللي هو ايه، الكوكتيل اللي احنا قلناه ده. هنا ثيرمال ماس خدت الايه، هنا الحمايه اللي اتعملت بالثيرمال بافر مثلا، واشعه الشمس داخله من هنا، دخلت على الثيرمال ماس دفتها، فبالليل طلعت المكان دوت، ده توجيه جنوبي. التوجيه الشمالي حط فيه الخدمات عشان خاطر الهيت لوس بالنسبه لهم بره، التوجيه الشمالي ده بشع يعني، مصدر ليت اللص، بس خد منه دي لايت، والدي لايت هنا برضه من الشمال، وهنا حمل فراغ من الشمس بتاعت الصيف، وهنا فوتو فولتيك بانلز وسولار ثيرمال ووتر هيتر ومش عارف ايه وبتاع، وجيو ثيرمال سيستم اللي هو باخده عن طريق باطن الارض. فهو ايه، الحاجات دي كلها بيطلعوا مع بعضها تصميم. في أي سؤال؟ تمام، احنا خدنا بقى كل تقريبا المعلومات المتفرقه كده، وهنبدا نشوف كيس ستادي مشروع. ف احنا قلنا كده يعني التلخيص اللي احنا خدناه، ان احنا بنستادي بيكو الاول، الناس الاول، بعد كده في الاكستريم فاليوز وناتشرال ريسورسز ورولز اوف ثامب، ده الكلام ده بتاع امبارح. البروجكت تايبولوجي بيحدد لي حاجات كتيره جدا، الامثله القديمه اتعلم منها، الرقابات الحاجات الصح اللي اتعلم منها، نعمل لسته من كل المشاكل والاكستريم داتا ونحلها. لو عملنا كده احنا ان شاء الله نطلع طلعه، ومع الوضع طبعا كل الاي بي سيز اللي احنا خدناها بتاعت البيلدنج فيزكس وايه واي كلايمت ديتا والحاجات دي كلها، ده عباره عن زي الاي بي سي بتاعت ال بتاعت الانفيرمنتال ده. مشروع احنا كنا عاملينه في الاي اي 2015 في الترم الثاني،
كان معايا فريق اللي هم سندريلا دي من لبنان، نيميا وسندريلا من الهند. طب المشروع دوت في شرق لندن في منطقة اسمها رويال دوكس اللي هي دي. دي اللي هي بعد الكناري وورف، دي اللي هي اسمها الكناري وورف، ديت منطقة كلها مباني عالية عكس لندن شوية، مباني كبيرة طويلة مش عارف ايه، مبنى ال اتش اس بي سي وهيد كوارتر. هم عايزين بقى يعملوا ايه ديفلوبمنت في المنطقة دي. المنطقة دي زمان كلها كانت مصانع، وبعدين بقى مع الرأسمالية وكده بدأوا يلغوا الفترة دي ويعملوا مشاريع كلها جديدة وبتاع. فاحنا اخترنا الارض ديت، الارض المعمولة عليها هايلايت تحت ديت اللي هي بالاحمر والفيلم الاحمر ده، وقلنا بس هي بص على التيمز وبص كمان ناحيه الجنوب، وحاجه سنترال كده ظريفه جدا. هنا هتلاقي الميلينيوم دوم اللي عاملها ريتشارد روجرز، وده الكناري وورف اهوت، وكلها بقى معارض وبتاع وبزنس سنتر، وفي مطار هناك اللي هو ده، وكمان في مواصلات كل الاوفر جراوند او الاندر جراوند والاتوبيس، كل المحطات كلها قريبه من الارض. فاحنا اخترناها اللي هي الارض دي، ويعني سبحان الله يعني طلع ان احنا ان في بالفعل شركة واخدها وعاملة عليها المشروع، دي كانت حاجة ظريفة. ف عملنا الأول ال كلايمت داتا يعني بتاعت لندن. فالمعمول بالرمادي ده الكومفورت بين بتاع كل شهر، هو طبعا مطلوب مننا ان احنا ناخد ايه في الشتاء طبعا نطلعه نخرجه الصيف بالليل بيبقى ساقع برضه. ده طبعا العظمى والصغرى، وده الافريج. ده السولار راديشن، لو تاخدوا بالكم هنا السولار راديشن الديفيوز اللي هو التوت الدوت، وده دايركت اللي هو اللون الاصفر ده، دي مشابه بعض قريبين بعض. ده لما قلنا المره اللي فاتت قلنا امبارح ايه، قلنا ان السولار راديشن في المناطق اللي هي اللي فيها غيوم كتيرة هتلاقي الفرق ما بين الدايركت والبين دايركت قليل اصلا، يعني في اوريدي نسبة كبيرة من الاشعاع الحراري السحب بتمنعه ان هي تنزل، وبالتالي الموضوع مش زي عندنا كده في الطبيعة الصحراوية. بعد كده السكاي كونديشن، فطبعا لندن كلها او اغلبها بيبقى كلاودي، السماء بتبقى كلها سحب. ده الويند رولز اللي هو هتلاقي هنا الرياح الساهده في خلال السنه، اغلب السنه هنا هتلاقيها جنوب وغرب. فاحنا وقعنا الحاجات دي، ادي الشمس بتاعتنا في الجنوب وادي الرياح، بنحاول كده نفهم ايه وادي الاوفر جراوند اللي هناك زي مترو كده اللي هو المعلق اللي زي عندنا ده، وادي الارض اللي جنبه، وهنا هناك في زي مينا مراكب كده صغيره، وده الكورنيش اللي احنا بصينا عليه. بعد كده عملنا شادو اناليسيز عشان نشوف المبنى المباني اللي حوالينا ازاي اوفر شادو الارض بتاعتنا، فهي كلها مباني منخفضه برضه، يعني ايه وقت الصيف ما بتاثرش قوي، في الشتاء بس على مستوى الفول جراوند هو اللي ممكن تبقى فيه اوفر شادوينج. لازم كده غير كده لازم الموضوع برضه يدرس في الايه في البعد الثالث. بعد كده عملنا سولار ستادي عشان نشوف برضه المباني اللي حوالينا قد ايه بتأثر على الأرض، فبما إن الأراضي كلها مصانع القديمة دي فهتلاقيها مش مؤثرة خالص،
والمبنى السكني اللي جنبنا بس يا دوبك بسبب الشادنج اللي بيحصل في الشتاء ده اللي في الصيف وكده، فيا دوبك بس مقلل السولار اديشن على الارض بحاجه بسيطه والاوفر جراوند ده. بعد كده كنا مطلوب مننا في لندن ان هم دايما بيبصوا على الخطه بتاعه 2050 2100 ان المبنى ما يكونش ده بسبب التغير المناخي وكده، المبنى ما يكونش مجرد بيأدي أداء كويس بس في السنين اللي احنا عايشينها حاليا يعني، ده 2050 هيحصل فيه ايه؟ 2100 هيحصل فيه المرحلة دي بنسميها ايه يا باشمهندس؟ اللي هي الفيوتشر سيناريو، هو هيحصل ايه بعد 50 سنة؟ هل المبنى بتاعي ده هيبقى تقييمه ده هيترمي؟ فلما جينا نبص على الـ future climate scenario فلقينا ان ايه ان فعلا لندن حتى في سنة 2050 هتعلى يعني كذا درجة، يعني كذا درجة، مش المفروض بقى مش عارف اقرا بالظبط الفرق بصراحة، بس المفروض ان هو مثلا ايه ممكن تفرق في درجتين ثلاثة حاجة زي كده، مش اكتر من كده. غير كده كمان ان هيحصل مستوى منسوب نهر التيمز هيعلى 3 متر يمين وشمال على بعد تقريبا 100 متر يمين و100 متر شمال. فدي يعني حاجات كده برضو تخلينا ان احنا نبدا نبص على التصميم بتاعنا ان هو يصمد يعني. بعد كده بدانا بقى ندرس الناس هناك، نشوف اولا الارض اللي احنا اخترناها دي قلنا طب نعمل لها نختار انهي مشروع، الارض فاضيه لسه عايزين نختار المشروع. فلقينا ان لندن فيها شغل فرص عمل كويسه ولكن السكن فيها قليل، فقلنا خلاص احنا نعمل مشروع سكني. وكمان لقينا ان الناس هناك بتحب التسوق والاوت دور لايف زي اي في حته في الدنيا، فزودنا قلنا احنا هنخلي الدور الارضي يبقى محلات وكوفي شوبس. والظريف اللي عجبنا ان لما لقينا بعد كده في مشروع هناك بالفعل هيتنفذ فلقيناه عاملينه كده، فحسينا ان احنا اخترنا اختيار صحيح. وكمان اخترنا كمان ان يبقى في يعني اماكن يكون فيها زي حاجات مشتركه، زي مثلا هما بيحبوا اللوندري مثلا بيبقوا مشترك، مش زينا كل واحد بيجيب غساله، لا بيحطوا لوندري روم كده وكلهم يروحوها يغسلوا لبسهم هناك. فمثلا حضانه مثلا عشان هم كلهم بيشتغلوا الستات والرجاله، فحضانات جيمز مش عارف ايه كده. وقلنا هنبدا من اول الاستوديو كان في شخص واحد، مكان يدخل على الكابلز والاسر الصغيره والهوم شيرنج اللي هو يبقى اسره مثلا كونه مش اسره خمسه سته اصحاب ولا حاجه مأجرين شقه مع بعض بس. فالحاجات دي كلها دراسه الناس اللي هناك واللايف ستايل بتاعتهم حددت لنا شويه حاجات عشان خاطر نعمل لهم مشروع يناسبهم اصلا. بعد كده بدانا ندخل في الرولز اوف ثامب والحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه، اللي هي الوحده هتبقى عامله ازاي. قلنا في احنا هنمسك عايزين نجيب وحده، الوحده دي نبدا نكررها. عايزين حل يكون سهل ان انا اوحد فيه الكواليتي، عايزين التغيير الكتير هيخليني محتاج حلول كتيره. لكن لو انا عملت مثلا زي في الفندق، لو عندي الغرف الفندق كلها نفس شايفه مثلا نفس الفيو او عملت لها كلها نفس المعالجه هيطلع نفس النتيجه. لكن لو دي الغرفه دي شايفه ده والغرفه دي شايفه ده والغرفه دي شايفه، يبقى دي اكيد بتبقى درجه حرارتها مختلفه عن دي عندي، وبالتالي هختار لكل اوضه ماتيريال مختلفه وفتحه مختلفه. فقلنا لا احنا عايزين نوحد بحيث ان ده ما فعلا احنا عايزين نعمل حاجه اسكان اجتماعي نضيف، بس اسكان اجتماعي يكون رخيص. فقلنا عايزين نوحد الحلول بحيث ان انا يعني اوحد النموذج بحيث ان انا اقدر اوحد الحلول، الحل اللي يمشي على الوحده دي يمشي على الوحده دي. فقلنا خلاص احنا حددنا المساحات ورحنا قلنا خلاص ان ايه اللي هتبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وكمان اخترنا
الحاجات احنا قلناها من شويه ان يكون التوجيه كله يكون جنوبي، والباسيف زون نحترمها ان هي ما تبقاش اكتر من دبل الارتفاع، و ويكون التوجيه الشمالي يكون فيه الخدمات بتاعتي، وكمان يكون فيه الطرقه بتاعت المدخل بحيث ان هي تعمل عزل تاني، يعني الخدمات عزل اولاني وعزل كمان تاني الهيت لوس الطرقه بتاعت المدخل. وهعمل اوفر هانج كده عشان خاطر ايه احمي الشمس من ايه من الغرفه من الشمس بتاعت ايه عشان الشمس بتاعت الصيف. جينا نبص على الامثله اللي احنا خدناها في الترم الاول. الترم الاول كان كل واحد فينا معاه كذا مشروع وبيعمل له دراسه، فجينا نبص عليها فلقينا ان كانت موضوع ان احنا نعمل النماذج اللي فيها كوميرشال سبيسز في الدول الارضي كانت نماذج ظريفه يعني، وفي نفس الوقت بيبقى فيها زي حاله من انكلوجر كده، لو عملناها كورت يارد مثلا او كده بيبقى فيها انكلوجر ان الناس تنزل تلعب تحت، تقف تحت تاخد ساندوتش مش عارف ايه بتاع. فبقى المكان السكني منه سكني منه تجاري منه مكان مقفول، موضوع الكورت يارد. فاحنا قلنا برضه ايه نعمل مبنى كورت يارد عظيم. غير كده كمان المبنى الكورت يارد بيحمي من الرياح وبيعزل من الدوشه اللي بره، فله مميزات كتير. بعد كده دخلنا بقى في ايه في تخطيط الارض نفسها. فقلنا محددات الارض مثلا في عندنا زي الكورنيش اللي هو بالازرق ده، وفي السباين الرئيسي هو دوت اللي هنعمل عليه الكوميرشال ستريت بتاعنا، وفي المدخل اللي هو الرئيسي بتاع الارض اللي هو ناحيه محطه القطر او محطه المترو اللي بره. قلنا دول ثلاث اجسام، فاحنا وصلناهم ببعض وقلنا خلاص السنتر دي هتبقى دي زي بيازا كده او بلازا للايه؟ لان في لندن موضه كده ان كل اسبوع يوم سبت يبقى زي ستريت ماركت، في ناس كتيرة بتيجي اللي بيبيع مش عارف بط مش عارف معمول ازاي، واللي بيبيع فلافل واللي كذا وكذا، تقعد تمشي تقعد تشتري وتحلي وتعمل، وطبعا في لبس مش عارف ايه. فيبقى في اوت دور اكتيفيتيز برضه في الحته الايه السنترال دي. بعد كده انفصلنا جروبين احنا الاربعه، انفصلنا نصين. قال لك ايه علي بيسيطر على الجروب ومفروض نمنع دكتاتوريته، فايه افصل اندريلا مع علي تشتغل على الديزاين بتاع المبنى، ونمي مع سندريلا يشتغلوا على الايربن بلان يكملوا. فعملوا التقطيع ديت ودي غلط طبعا، و انا اتعلمت من هجل الجروب وورك يعني التيم يشتغل الواحد يمشي الدنيا. لكن بقيت بعد كده في الاخر بقى في احراج لينا يعني، في الاخر هم فعلا طلعوا غلط فعلا يعني. لان في المناقشه ساعتها قال لك ايه انت عاملين التقسيمه دي بناء على ايه؟ فاحنا قلنا في الاول ان في هرم كده احنا ماشيين عليه، فلو احنا الاربن بلاننج المفروض ان انا هدخل على الاربن فورم. الاربن فورم ده اللي هو علاقه عروض الشوارع بارتفاعات المباني، فما ينفعش ان احنا نقطعها مسبوسه كده وخلاص، لا المفروض اولا انا هقطع كذا عشان ثاني حاجه في بيلدنج فورم. مع البيلدنج فورم ده شكل المبنى نفسه احنا قلنا ان هو هيبقى كورت يارد لكن برضه ابعاده ايه. فهي دي كانت الدروب اللي حصل. وبعد كده رجعنا نقعد مع بعض، فقلت لهم يا جماعه يعني اللي احنا عايزين على الاقل نكسر الشوارع، ما تبقاش الشوارع متدكه عشان ما يحصلش ما يسمى بالايه بالوين تانل، ان لما بيجي الرياح بتعدي في شارع مستمر في اتجاه الرياح السائله وهي جايه من جنوب وغرب، فمعرضه ان هي تيجي من كده، فهتلاقي السرعه بتزيد، فنكسر الشوارع بحيث ان احنا نكسر الايه حركة الرياح، ونعمل المداخل بتاعت الوحدات اللي هي المداخل يبقى في زي طريقين خدمي كده يمين وشمال، ونخلي مداخل الوحدات كلها ايه من اليمين والشمال ديت، والشوارع الجانبيه عشان خاطر الكوميرشال ايه ستريت ده يبقى كله كوميرشال ما فيهوش ايه سكن خالص، والكورت يارد هنعمل فيها بقى جناين مش عارف ايه والحضانه والكلام ده كله.
فلو انت من السكان وعايز تنعزل هتنزل في الكورتي يارد مالكش دعوه باللي بيحصل بقى في الليل. طب معلش ممكن سؤال بس في سؤالك، تشفيته الشوارع دي هي يعني هل هي كافيه انها تعمل الهدف اللي انتوا كنتوا عايزينه؟ والله يعني هل مثلا الاحسن ان هم يشفتوا اكتر من كده ولا سيميليشن بقى؟ يعني هو رد على السؤال ده، يعني احنا عملناها شفتناها بس بعرض الشارع، يعني هو عرض الشارع مثلا خمسه فاحنا شفتناها خمسه مش قدام بعض كده. يشبه شويه اللي حصل في الشارع المعز والايه اللي بيحصل فيه برضه زي كده. لكن هو في احسن سيميليت بقى وتعرف. وانا برضه في بحث عملته ان شاء الله المره الجايه هنشوفه. وانا بقى عايش حياتي في السيميليشنز بقى وبعمل كده حاجات بوسع شوارع وضيق شوارع فهي بتبقى ظريفه وبتبقى لذيذه. بعد كده خلاص خلصنا ال 2 دي بقى التصميم اللي على الارض، فهو ايه واحنا شفنا الكود بتاع المباني هناك السكنيه كام دور، فرحنا طلعنا اكسترود لكل الاراضي المباني، وبدانا ان احنا قلنا ايه، قلنا عايزين نكسر في المباني بالجراس هوبر بحيث ان احنا يحصل سولار بنتريشن لجميع الوحدات السكنيه، وقلنا ان لعل دوت يكون هو اصلا اللي طلع تصميم يعني. فبس فبقينا بالسولار بنتريشن نكسر بعدين نكسر لحد ما وصلنا للنموذج الاخراني اللي هو ده. ولما عملنا فعلا سولار تيست لقينا ان فعلا الوحدات كلها شايفه يعني كلها لفوق يعني كلها شايفه باستثناء الدور اللي هو بتاع الكوميرشال دوت بس، كله بعد كده بقى السكنيه تقريبا كلها شايفه الشمس. ولكن طبعا زي ما هي شايفه الشمس في الشتاء ودي حاجه حلوه قوي، شايفها في الصيف برضه، اذا احنا محتاجين نعمل حمايه للصيف. بعد كده بدأنا نوزع بقى الوحدات بتاعتنا في الجراوند ليفل، خلينا الشيرد هومز وبتاع وكده. وبدأنا بقى الوحدات الأكبر اللي هي الاستوديو اللي هي يكفي أسرة اللي هي مكونة من اثنين، عملناها كلها إيه في وزعناها في الاتجاه الجنوبي والجنوب شرق والجنوب غرب، لأن أنت الجنوب ده مش لازم يبقى 100% جنوب، يعني تقدر 30% 30 درجة يمين 30 درجة شمال، لازلت بتاخد مميزات الأورينتيشن. بعد كده بدأنا نبص بقى على نعمل شادو اناليسيز. شادو اناليسيز مبدئيا بتتعمل في ثلاث فصول، في الشتاء والخريف والربيع والصيف، بتتعمل الساعة 9 الصبح 12 ظهر 3 العصر. يعني انديكيشن كافي ان انت تعرف يعني. في ناس تعمل شهادة اناليسيس تروح بيها بالسنه كلها، استفدت ايه؟ ما ولاش اي لازمه. ف لكن لازم تعرف الفصول الاربعه عامله ازاي. فلقينا ان في الشتاء مش باينه هنا طبعا. لو انت تلاحظوا هنا بقينا شويه هنا في الشتاء الساعه 12 هتلاقي ان الكوميرشال ستريت ده كله منور، وده ميزه التوجيه بتاع الكوميرشال ستريت ان هو يبقى شمال جنوب زي شارع المعز الشمال جنوب، ان الشارع التجاري يا حبذا يكون شمال جنوب. فده لعده اسباب، لو حد يعرف يجاوب عليها دلوقتي يقول. ان هي الشمس لما تبقى في الشرق او في الغرب هي كده كده المباني متوجهه شرق غرب. يعني لما تبقى الشمس في الغرب او مده الاسطاع الشمس على الشارع هتبقى قليله اللي هي فتره الجليد، بس انا احتاج احمي افقي. ممتاز. وعشان كده الناس في الصور اللي احنا شفناها في اول مره هتلاقي كل ايه الكربن شيدنج اللي معمول دوت في مش عارف في المغرب وسوريا ومش عارف ايه ومصر وبتاع، بسبب ان هو فعلا هو حمى الشارع شمس الشرق الصبح وشمس الغروب، بقى عنده مشكله بس في الكام ساعه بتوع الايه. وفي اسباب ثانيه كمان، في سبب ثاني حد يعرفه؟ تجيش الهواء يعني. هو بالظبط ان انا عندي لو الرياح مثلا عندي في مصر في الشمال
او الرياح هناك مثلا جنوب غرب، فكده انا ضامن ان شارع حيوي زي دوت في حركه كتيره، ممكن يكون في اكل، ممكن يبقى في بكتيريا في الارض، مش عارف يعني بقى في حركه رياح شغاله فيه، غير لما تحطه في شارع جانبي كده ولا حاجه ما فيهوش نفس انت، او هتبقى تشوف المره الجايه حركه الرياح عامله ازاي لما تكون عموديه غير لما تكون موازيه للطريق. مثلا يعني معلش ممكن اسال على حاجه دلوقتي، لو احنا بنتكلم عن كشارع بقى مش كوجه، كشارع لو الجنوبي هيكون الاضطرار بتاعه وقت معين وكده، بس هتكون الشمس فيها حاميه جدا وهيكون الظل يعتبر تحت تحتك بالظبط، فهيكون نسبه الاضطرار اللي انت عايز تعملها هتبقى تقريبا بسكيل واحد لواحد، يعني عايز تعمل يونت قد حجم الظل اللي هتسقطه، بينما في الشرق وفي الغرب انت ممكن تعمل واحده بس اللونج شادو ده هيغطي مساحات اكبر بكتير، وغير كده الشمس مش هتكون في اكتر نقطه هي حاميه فيها، فممكن في الوقت الشمس. انت دارس الكلام ده على راي طبعا انت لو انت عملت بص زاويه الشمس هي عاليه كده عظيم جت كده يعني الشارع دلوقتي شارع غرب زي اللي انت عايزه. لا انا بسال بس في نقطه يعني ما انا بس بحاول اسيميليت معاك اهو، الشمس جايه من هنا الشرق ورايحه ايه الغرب والشارع بتاعك اهو. طب ما الشمس هي اللي مضايقاك ان هي زاويتها عاليه، هتعدي على الشارع دوت بنفس زاويتها العاليه وهتاخده شرق وغروب وقت ظهر، يبقى انت كده ما اتحملتش منها 100%، فهي كده كده انت مش محمي منها في وقت الظهيره لان هي مستواها عالي. انت عايز بقى هي دلوقتي ب 83 درجه ونازله على الشارع كله بقى بطوله كده ونازله عليك كده. هي اما ظللت ايه؟ ظللت بس الواجهه الشماليه بتاعت المباني اللي في الناحيه دي من الشارع ونص متر ولا حاجه متر، فاهم الفكره؟ بس فبرضه هتفضل، فانت دلوقتي حميت على الاقل من تلتين الايه؟ الوقت، فهمت الموضوع؟ فبنقول ايه؟ فهي دلوقتي الكوميرشال سيت ده، وفي كمان سبب تاني بس هنقوله قدام، ليه الكوميرشال سيت لو اتعمل شمال جنوب بيكون مفيد. بس لان طبعا الميزان الموجود المشكله اللي هي ايه؟ ان هو في الشمس في وقت الصيف برضه بتبقى الشارع ده مدور منور، وبالتالي احنا محتاجين حمايه له. بعد كده جينا نعمل ويند اناليسز على بعد ما خلصنا بقى والكلام ده كله، فلقينا ان في ان فعلا في حته البلازا اللي احنا عاملينها في النص ديت فيها ايه؟ زياده في سرعه الرياح شويه. لما جينا نبص على الكورت يارد نعمل لها شادو اناليسز لقينا ان الكورت يارد بسبب ان احنا طبعا برضه زي ما قلت من شويه دخلنا عدينا مرحله، عشان كده بقول لك المرحله في الهرم دي لو عديتها ما بتعرفش تتاندو خلاص كده. فلقيناها ان هي في الشتاء الكورت يارد مضم، ودي حاجه طبعا مش كويسه. فهي دي فاحنا عايزين ايه؟ الغلطات دي بسبب ان هو بس انفصلنا كده يومين ثلاثه وحصل سكيب الحاجات كان المفروض انها تدرس. عظيم. لكن الصح تمشي خطوه، وده اللي هو الرد على عليك. انا المفروض اعمل كل حاجه؟ المفروض اعمل كل حاجه. اللي يقع منك ما بيجيش بعد كده، يعني لو انت من سكان المكان ده ونازل في الشتاء هتبقى عايز تطلع بره عشان تاخد شمس، يعني مفيش شمس خالص. بصينا عملنا سيكشن وبص على الويند اناليسيس برضه في الكورت يارد، لقينا ان هو ظريف جدا، سرعه الرياح فعلا ملهاش اي علاقه خالص باللي بيحصل في الجو بره، مع شويه زياده بسيطه هنا، فقلنا هنزود تشجير بحيث ان هو يكسر حركه الرياح. واحنا افترضنا افتراض بسيط خالص ان احنا عشان موضوع الارتفاع منسوب الميه بتاع التيمز ده، ان احنا مجرد بس هنعمل حاجز كده للثلاثه متر دول وندفع مسؤوليه كل ارض على حده، كل ارض تزود ال 3 متر بتوع دول، لكن احنا كان في ناس ثانيه عملت زي رفعت المبنى كله على رجوله وبتاع وكده، فاحنا حسينا ان لا ما احنا مش، طب لو احنا رفعنا المبنى بتاعنا على رجول طب وبقيه لندن هيعملوا ايه؟ في مباني قائمه، فاحنا افترضنا قلنا لا احنا مجرد بس هنعلي نعمل زي
حاجز كده وخلاص، وكل واحد ياخد ارضه عشان يعمل افضل. والله بص، هو المشروع بتاعنا كان من افضل المشاريع مع الاخذ في الاعتبار طبعا الحته اللي احنا وقعت مننا ديت. لكن هو مفيش غلط وصح يعني، في الاخر في ناس برضو كانوا مبسوطين بيهم قوي، كانوا عاملينه فوق عايم فوق كده يعني. ده بقى فعلا بقول سكان المبنى ده، انما دي كده يعني لازم كل السطح كله، ما هي مبنى لندن كلها هتتغلى، لازم تعمل كده. ما في مباني قائمه بالفعل، هتعمل فيها ايه طيب؟ مش هينفع تطلعها فوق. هو ده فكر اناني جدا، اللي هو انا خلاص انا حميت نفسي وليذهب الجميع الى البتاع. بس بعد كده جينا نبص بقى على الكتله نفسها. في كانت موضه برضو هناك ان موضوع نميل المبنى زي مبنى اللي هو امن الدوله اللي هنا ده، اللي هو ايه، تميل المبنى بالزاويه بتاعه الشمس. عظيم يعني، بدل ما انت تعمل اوفر هانج او بلكونه او بتاع كده، لا ده انت محتاج زاويه الشمس 83، خلاص ميل المبنى 83. الشمس هناك في لندن مثلا في الصيف 65، يبقى ميل المبنى كله 65. دي موضه كده يعني، لازم يعني، حتى كان في مشروعين عملوها يعني، حاجه كده ترند كده، بيبقى كل دفعه كده في ناس بتميل المشروع. عظيم، يقول لك خلاص انا كده المبنى بقى اوفر، بقى سيلف شيدنج، وبالتالي انا مش محتاج ان انا احط فيه كسرات شمس ومش عارف ايه. عظيم، فاحنا قلنا ده مكلف. عظيم، قلنا ده مكلف. ولو احنا عملنا المبنى بتاعنا عكس بقى زي الهرم كده، طبعا ده اسوأ حل. ليه؟ الهرم ده انت بتقول للشمس ادخلي السنه كلها، ترحب بيها السنه كلها. صيف شتاء بقى انت شانير صيف، طبعا انت هيحصل لك اوفر هيتنج، لانك انت خلاص انت مش محصل اللي هو بيبقى واقف كده وبيحط تندا ولا بتاع، يحصل لك اوفر هيتنج. والشتاء هيحصل طبعا تدفئه كويس. بس في فاحنا قلنا احنا هندمج الاثنين دول وهنعمل النموذج اللي هو المفرغ ايه مصمت مفرغ ده، هيودينا بعد كده للبلكونه. يعني في الاخر اكتشفنا ان احنا لما بنفرغ ونفتح الفرغ كاننا بالظبط بنعمل المباني بتاعتنا العاديه، بل بنستخدم. جينا برضه نبص على الامثله بتاعت الترم الاولاني، يعني كان كل جروب خد 3 مباني، وانا كنت اشتغلت في المبنى ده، وكان في جروبات ثانيه كل واحد كده. فكنا بنشوف برضه ايه اللي قبلنا عملوا ايه، بحيث ان احنا نتعلم منهم. فمثلا المبنى ده كان في نورث لندن، ده مشكلته ان هو ده شبه اول اللي احنا كنا عايزين نعمله، اللي هو ايه، جنوب وشمال. اوكي، وجه جنوب وجه شمال. ولكن مسطحات الازاز كلها يعني 100% ازاز تقريبا. عظيم، فده اول حاجه. في كروز فنتليشن طبعا، في داي لايتنج، لان عنده شمال وعنده جنب. ولكن ايه المشكله؟ وكان ويل انسوليتد، يعني كان مدفوع فيه كتير في الانسوليشن. ولكن كانت ايه المشكله؟ المشكله ان هو كان في بيحصل في الصيف اوفر هيتنج. الكلمه دي مكتوبه غلط، مكتوب وينتر هيت. لا الكلمه صح. هنا كان بيحصل في الشتاء هيت لوس، وبيحصل في الصيف اوفر هيتنج. جميل، ليه؟ لان هو الازاز زي ما احنا قلنا هتزود في مسطحات الازاز، هتدخل لك اي نعم شمس كتير الصبح، ولكن هتفقدها بالليل في الشتاء. وفي الصيف هتدخل لك شمس انت مش عايزها. فدي كانت اول مشكله. وده اللي خلى ان شركه التطوير هناك بعد ما الناس سكنوا وكده واشتكوا، راحوا حطوا على الازاز طبقه ثانيه عشان خاطر تعمل عزل، عشان الناس ترضى عن الاداء بتاع المكان. الويند تو فلور ريشيو 48%، طبعا ده فاليو عالي جدا. لكن موضوع ان كروز فنتليشن، وان الواجهه او المبنى كله واخد توجيه شمال وجنوب، ده كان ممتاز قوي.
وهو ده اصلا سكن حاجه لوجيريوس يعني، حاطط الخدمات كلها زي ما انتم شايفين السلالم في الشرق والغرب وبتاع وكده، فالدنيا ماشيه على الكتاب يعني. في المبنى اللي هو في النص ده اللي هو جروس برينر ووتر سايد ده كان مختلف شويه. ده عامل ايه بقى؟ ده واخد ال الشقق السكنيه واخدها دبل باج يعني، عامل طره زينا بقى كده زي النظام بتاع مصر يعني، ويمين وشمال شقق يمين شقق شمال. فده عمل ايه؟ الكوريدور ديت عملت السلم البفر اللي احنا بنتكلم عليها، فعملت حمايه داخليه، فانت ما بقتش محتاج ان انت تعزل الحيطه الحيطين، في حيطه معرضه للبيئه الخارجيه ضعيفه محتاج ان انت تعزلها، لكن الحيطه الثانيه دي شايفه طرقه والطرقه وراها شقه ثانيه، فالشقه دي بتحمي الشقه دي عن طريق الطرقه دي، وبالتالي ايه؟ فبقت ليس اكسبوز. ولكن المشكله ان ما بقاش فيها كروس فنتيليشن. انت خدت ميزه خد معاها بقى ايه؟ ان هنا ده الراجل هيفتح لازم هنا يفتح لازم هنا بقى عنده كروس فنتيليشن، لكن زي النقطه اللي احنا قاعدين فيها دي ما فيهاش كروس فنتيليشن، لان ايه؟ ولكن فيها حمايه ثيرمال ايه؟ بروتكشن على الطريق الغرف الثانيه حامياها. غير كده الويند فلور ريشيو كان قليل جدا 12%، وبالتالي كان الاضاءه ضعيفه جدا بسبب ان الرادار الجو هناك مغيم، وبالتالي كانت ايه؟ اضاءه ضعيفه. ده برانزويك سنتر دوت العكس بقى، ده اللي هو ايه؟ مفتوح كده للشمس تماما، كل دور باصص على الايه؟ على اللي تحت. اهو ده مثلا كان في مسطحات جداد كبيره جدا، والويند تو فلور ريشيو 30%، وبالتالي كان في هيت لوس عالي جدا في الشتاء، ولكن كان برضه كان في اوفر هيتنج بسبب الايه؟ ان انت لما تبقى فاتح المبنى كده ومخليه باصص كده نايم كده على ظهره كده بيعمل اكسسيف هيت جينز في الشتاء. بس كان في كروس فنتيليشن برضه، لان هم ما عندهمش دبل بانك، هم عندهم الشقه من ناحيه واحده، ومن الناحيه الثانيه برضه الخدمات والطرقه والمدخل مش عارف، فقدروا ان هم حققوا موضوع الكروس فنتيليشن. فاحنا عشان كده اخترنا الايه؟ النموذج اللي احنا قلنا عليه ده، اللي هو يبقى ناحيه طرقه برضه، اخدنا بقى النموذج اللي هو الاولاني والاخراني ده، الطرقه من ورا ناحيه الشمال، والخدمات بتاعت الحمام والمطبخ ناحيه الشمال، وغرفة النوم تبقى باصة على البلكونة، بحيث إن البلكونة دي تعمل عازل كويس، والليفنج روم تبقى باصة ناحية الجنوب، دي الوحدة اللي هي هتتكرر بشكل كبير. وكمان قلنا عشان خاطر نعمل حماية أكتر للواجهة الجنوبية، إحنا هنقفل البلكونة تبقى أدابتيف يعني، نقدر نقفلها في الشتاء لما نبقى عايزين عشان نعمل حماية للجنوب بس. سؤال ولا حاجة ولا نقف نستنى؟ فكان مهندس عمر كان بيسأل هل لما نحط الكوريدور ورا نحط الخدمات ورا، هل ده حل معماري كويس؟ يعني هو بيئيا حلينا المكان وبتاع، لكن هو كحل معماري بقى هل هو ده كويس؟ لأن دلوقتي ممكن المطبخ واحد يروح جاي ظريف باصص كده يشوف الناس وهي بتطبخ، مثلا حد في الحمام واحد اظرف منه ريحه جميله ريحه وحشه، فبقى البيت مستباح كده. فهو مبدئيا حسب المجتمع، المجتمع بتاعنا مثلا استحاله تعمل حاجه زي كده، لكن المجتمعات مثلا زي في انجلترا وكده استحاله حد يعمل كده اصلا يعني انا اصلا ساعات كنت بحس انها مدينه الاشباح يعني، ما تبقاش حد اصلا. انت بتروح تدخل السكن بتاعك او كده لو لقيت بني ادم تبقى جدع، فمفيش السقاله دي يعني. انت اصلا لو رصيت من بره ممكن تلاقي الناس قاعدين براحتها وكل الازاز مفتوح والشباك مفيش حد يبص على التاني، مفيش حد يعني فاهم. انت هنا تبقى واقف انا واحد جاي بص على الموبايل يعني بص على فهي يعني حسب المجتمع. لو المجتمع في حاله هتعملها، لو المجتمع مش فاهم ما تعملهاش طبعا، شوف لك حل تاني. مرة رحت فندق انا من الحمامات فيه على الكوريدور،
فكان بالنسبه لي حاجه وحشه قوي ان هو ايه يعني انا واحد هو ماشي في الكوريدور يسمع السيفون بيتشد. لا ما انا هو اللي جوه الحمام نفسه يعني مش يعني ما كنت هقول لك بالظبط انا كنت هقول لك بقى هي دي ده اول جزء بتاع يخص بتاع الروائح بقى وصوت التويلت الحاجات دي كلها دي تتحل انك انت تعمل لها ضغط مثلا فاهم الفكره؟ تعمل لها ضغط وما تخلي يعني تخلي التهويه بتاعتها والحاجات دي كلها على طريق الضغط. والاداره ساعتها ممكن يبقى حاجه مصنفره بس مجرد بس الاضاءه يعني الطبيعيه. لكن خلي مثلا ده لو احنا هنحترم الموديل ده يعني وعايزين نكمل معاه. وكده كده الشباك بتاع المطبخ برضه تخليه عالي شويه بحيث ان هو ايه مفيش حد يقف في المطبخ يبقى عايز يتفرج على الدنيا بره يعني. بس فلو احنا هناخد الحل ده كله على بعض يا اما لو احنا في بلد زينا المنور هو خير الحلول يعني هو تروح مجمع الحاجات دي كلها في منور او انت ممكن تعمل منور حتى على الحاله دي بدل ما تعمله كوردو كده مستمر لا خلاص الحمام ده كده يبقى في منور ما بين الشقتين ويعمل صروف عين خلاص فاهم الفكره؟ فممكن يعني مش شرط يعني احنا معماريين في الاخر بنقدر ان احنا ايه ممكن تعمل مثلا المطبخ ده بدل ما هو لازق كده ممكن تعمل له زي متر نص متر حاجه كده في النص تقدم له خصوصيه تحط فيها زرع ومش عارف كده فاهم بحيث التهويه تبقى غير مباشره وكمان تعمل خصوصيه وتعمل عزل كمان فمش يعني لكن ده في حاله ان انا فعلا متمسك بالحل ده لان هو حل ظريف جدا ان انا واخد الفايده بتاعت الشمال والجنوب فممكن توفر لي تكييف وتدفئه بالشيء الفلاني فانا خلاص بحاول بقى اتشقلب عشان خاطر انجح الحل ده. لكن لو انا في غنى عنه بلاش خلاص اعمل مانوال اعمل كذا يعني. هو في المثال الدبل لودنج الطرق ديت بتبقى انا صحيا ولا انت مش هتعيش فيها يعني هي انت هتعمل فيها ايه؟ بس الوقت اللي انا باخده عشان اوصل لليونت بتاعتي هي اصلا تعتبر مش متهويه ولا داخلها شمس يعني في النموذج المصري برضه لا لازم في القانون لازم الطرق او السلم في على منور او شايفين فيهم تهويه وفيهم اضاءه فالدبل لود دي مش او الدبل بانك دي مش شرط ان هي تبقى مقفوله لا طبعا فيها تهويه ليها منفذ ما في المكان سواء على المنور بتاع كده فاهم لا ما تقلقش فهمت قصدك بس فعملنا النموذج ده وخلينا الحيطه اللي في النص دي برضه تبقى ايه ادابتف بحيث ان احنا لو في مثلا عايزين يفتحوا الفراغ كله على بعضه يبقى قادرين ان هم يوسعوا المكان بدانا بعد كده نعمل بقى اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه انا عايز انقي احسن ويند فلور ريشيو امشي عليها اوكي فروحنا شفنا بقى ايه النماذج اللي احنا شفناها 48% بتاع النموذج اللي هو في دور سلام ده و 12% بتاع النموذج الثاني والبرانزويك سنتر 50% واحنا اخترنا حاجه في النص كده يعني المفروض ان هي لندن تقريبا الكود بتاعها بيقول 20 حاجه كده والله احنا قلنا ايه هناخد 30% ونجرب فلقينا ان فعلا افضل نسبه اللي هي ايه 28-31% هي دي افضل نسبه لل اولا للدي لايت فاكتور تاني حاجه للهيتنج لوز عظيم فتو فاكتورز خلونا ان احنا طب تمام جدا بعد كده بقى ايه عملنا لقينا ان في بالفعل زي ما قلنا لقينا ان في كان في مشروع بالفعل معمول هناك يعني في شركه واخداها وحاطه المناظير وكده وهيبداوا وفي تصميم بالفعل موجود لانها موجوده على النت فقلنا حلو احنا خلصنا كده نعمل مقارنه بقى ما بين اللي احنا عملناه واللي هم عملوه ويعني يعني نتفضح نتفضح فهم عاملين ايه؟ عاملين مباني عاملين شققهم ناحيتين اوكي؟ فوكانت المفاجاه ان هم احنا خدنا منهم الوحده اللي شايفه الجنوب حلو؟ اللي هم زي الوحده بتاعتنا احنا الوحدات بتاعتنا كلها شايفه الجنوب هم عندهم نص شايف الجنوب ونص شايف الشمال فبالمقارنه بالوحده بتاعتهم اللي شايفه الجنوب لقيناهم هم احسن مننا هم الهيتنج لودز بتاعتهم نصنا تقريبا
احنا الاثنين قليلين لكن هم اقل من ده. حد يعرف ليه؟ علشان بالظبط الطرقه دي احنا مهما عملنا في الطرقه بتاعتنا هي طرقه يعني غلبانه وقت، لكن هو عنده شقه كامله حاميات فطبعا ايه فده فرق معاه في كل النودز. احنا الاثنين احنا اقل منهم بس احنا الاثنين برضه قليلين. ف وبعد كده بالنسبه للحاجات الثانيه احنا احسن. لكن طبعا احنا لو عملنا سيميليشن للشقق اللي فوق اللي عندهم في الشمال هتلاقي الدنيا بايظه عندهم خالص، لكن احنا ايه من امانه يعني قلنا نعمل كومباريزون بنفس الدنيا. بس انا قلت يعني ساعتها انا قلت في البرزنتيشن ان احنا دي الجنرال كيس بتاعتنا، لكن هم دي يعني عندهم سنجل كيس، عندهم شقق بص على الغرب اصلا وشقق بص على الشرق، الدنيا بايظه خالص. ف بدانا ان احنا طبعا عشان خاطر نطور الموضوع دوت بدانا ان احنا نغير بقى في الايه في ال اوبتمايز بقى كل حاجه اللي احنا قلنا عليها، الانفلتريشن ريت اللي هو معدل التسريب، اليو فاليوز، بدانا من ايه نهتم بالحاجات اللي احنا قلنا عليها اللي احنا المفروض تيجي اخر حاجه اوكي اللي هي نص درجه ونص درجه والحاجات. وبدانا بقى كده نعمل سيميليشنز عشان نشوف دي الكومفورت رينج اللي هي الهايلايتد بالبينك ده في ال ده اسبوع كامل في الصيف في البيدروم والليفنج روم. وبدانا نبص على الاداء بتاعنا فلقينا ان في الصيف زي ما انتم شايفين ان تقريبا الاسبوع كله زي الفل سواء في الليفنج روم او في البيدروم. الاختلافات في الالوان دي ده لما احنا زودنا اوفر هانج في الليفنج روم، زودنا اوفر هانج اللي هنا كده حطينا زي تندا كده، وكمان عملنا ايه قفلنا الكوريدور قفلناه من بره خالص وقفلنا ايه البلكونه بحيث ان احنا بدل ما نزود يو فاليوز بتاع ممكن ايه ارخص ان انت تحط ايه تقفل فراغ كله. وده فرق بيه شويه حاجات بسيطه يعني لما ظبطنا اليو فاليوز اللون الازرق دوت هو ده الايه اليو فاليوز بعد ما ظبطت. ما فرقتش كتير دي المعلومه اللي احنا بنتكلم عليها، اليو فاليوز مش بتنقلك للجنه يعني درجه اتنين كده يعني هنا مثلا في الصيف مثلا نزلت من قول من 26 ل 25 بس كده، لكن لما وصلت ل 29 نزلت ل 28 مش اللي هو يعني وهنا مثلا نزلت من 28 تقريبا ل 27 حاجه كده. فهي اليو فاليوز مش هتصغير لك تصميم من سيء لجيد. وهنا نفس الاسبوع خدنا اسبوع برضه بس ايه في البيدروم والليفنج روم بس فين في الشتاء. طبعا الشتاء ده هو المأساة البلاد الاوروبيه وكده، فهي الشتاء دي هي الاشوه هي دي وهي دي المشكله اللي عندنا اللي احنا بقى فيه شويه عندنا ايه هيتنج لودز كده محتاجين الاوفر كار. فلقينا ان احنا في البيدروم احنا تقريبا الاسبوع كله داخلين جوه الكومفورت رينج ما عدا يوم واحد بس كان زايد شويه. والليالي بتاعت يوم واثنين وثلاثه يعني اللي هو ايه ثلاث ايام كده بالليل الدنيا ايه فيها لسع برد شويه. حتى بعد الاوبتمايزيشن بتاع اليو فاليوز فعلا رفع الكام ساعه دول دخلوا جوه الكومفورت رينج. بالنسبه للليفنج روم طبعا دي الازرق اللي تحت ده دي درجه الحراره الخارجيه. فانتوا واخدين بالكم بقى ان في فرق جامد بين درجه الحراره اللي بره والحراره اللي جوه. نفس الموضوع هنا برضه الحراره في الصيف تحت هنا واحنا فوق، فاحنا كده كده احنا الحمد لله هنا في الليفنج روم. بقى في الشتاء هتلاقي ان ايه ان برضه بعد الاوبتمايزيشن دخلنا جوه ايه الكومفورت رينج. ولكن لازال برضه في الليفنج روم ايه شويه حاجه بالليل برضه بس احنا عشان خاطر نعوض
نعوض اللي هو الكام ساعة اللي هما في الساعة مثلا أو كده، هي دي اللي عاملة عندنا الفرق بعد ما زودنا الـ U values في الـ في الـ في الشتاء. فرحنا لجأنا لآخر حاجة اللي هي السولار بانلز، شفنا بعد كده المساحات اللي هي المفتوحة اللي هي فوق في السطح اللي ممكن تبقى شايفة الجنوب خلال اليوم، ورحنا غرقناها كلها حطينا فيها بالقدر اللي احنا طبعا محتاجينه، لأن في عجز مثلا 104 كيلو وات اور بير متر سكوير في السنة كلها. فروحنا ايه قلنا جبنا ملينا الأجزاء دي بالسولار بانلز بحيث إنها تكفيني العجز ده، بحيث إن أنا كده ما استخدمش كهرباء خالص للتدفئة. بس وهذا هو كان مفتوح نعمل improvements بقى للكوميرشال ستريت ده ونحط تشجير اكتر وشايف، بس كان في وقت يعني كان ده الدراسات بقى والدور دي ليها برضه حوار تاني، بس ما كانش في وقت بقى فخلصنا كده وقفل. بس شكرا جزيلا، خلصنا كده. في لا في اسئله؟ يعني التدفئة اتحلت ان انت بس عوضت الكهرباء دي انت محتاجها؟ لا، تدفئة لساعة واحدة بالليل في الليفنج روم، لكن التدفئة كلها اتحلت عشان خاطر التصميم ده كله. يا راجل طيب يعني لغيته وحطيته؟ لا، السولار بانلز لو هي اتلغت انت بمنتهى البساطة مش هتقعد في الليفنج روم الساعة واحدة بالليل الا في حالة الحفلات بقى والسكر والعضلة، وساعتها هتشرب اصلا وهتتدفى. بس احنا بنعمل حاجه فاهم اوبتمايز، يعني بنعمل حاجه ايديال، نحاول نوصل ان احنا ندخل الاوضه دي بالليل جاي لك ضيوف عايزين يناموا بره مهما ينفع، بس السنه كلها مظبوطه. لكن مشكلتنا ان احنا اللي خلتنا نرجع للسولار بانلز مش ان احنا الدنيا كانت بايظه بنعوضها بالسولار بانلز، لا، هي ساعه واحده بالليل في الليفنج روم، فهمت الفكره؟ فدي مهمه ان انت لما تلجا للسولار بانلز واليو فاليوز والكلام ده كله انت خلصت الهوم ورك ده كله. تمام وصلت؟ يعني انت عملت نظام تدفئه عشان السعر بس؟ لا، تحط السولار بانلز عشان السعر دي بس. تمام ولا مش؟ يعني انت لو عندك مشكله خلال السنه كلها مش هتحط لها سولار بانلز، مش هتعرف توفيك الطاقه دي. تصميمك لو غلط اصلا، لو انت مصمم مبنى غلط اصلا، السولار بانلز ديت مش هي اللي هتخليها لك جنه، مش هي اللي هتخليها لك من صفر من 7 درجات ل 20 مثلا، هتلاقي محتاج بقى غابه من السولار بانلز. تمام وصلت ولا انت شكلك مش يعني؟ طب حد تاني عنده مشكله في النقطه دي؟ طيب في عجالة كده عشان أنا دلوقتي حاول أجيب لها مسج بس مش عارف. يعني أنا دلوقتي هقول لك أنا دلوقتي مثلا هنزل أشتري لبس، أوكي، أنت بردان في الشتا وعايز تتدفى، إحنا بنلبس طبقات فوق بعضها، ما بنلبسش الجاكيت على اللحم، صح؟ تلبس تحته كذا طبقة، كذلك الجزمة بتلبس تحتها شراب. فلو انت ما لبستش اللبس اللي تحت اللبس ده خالص، هتفاجئ ان انت الجاكيت لوحده مش مدفيه. تمام، هي دي النقطة، الجاكيت لوحده مش مدفيه. ساعتها هتعمل ايه؟ تقول لي طبعا انا هشتري دفاية. مظبوط، هي حاجة شبه كده. فلو انت اشتريت دفايه، هل المنتظر ان انت كده هتتدفى؟ انا بقول لك انا مش هتدفى، لان لازلت انت حته انت جلدك ده مفيش حاجه قطن كده لازقه عليه، انت هتفضل طول الوقت حاسس ان في هواء داخل، فاهم الموضوع؟ الجاكيت مش هو لوحده اللي بيدفى، حته لازم يكون في حاجه لازقه عليك بس تدفى، بتعزل. عظيم. طيب اذا الحل مش في الدفايه، امتى الحل يبقى في الدفايه؟ لما اكون لابس كل لبسي تمام زي الفل ومش عارف ايه، ولابس الطبقات بتاعتي، لابس الجزمه ولابس الشراب تحتها وكل حاجه، بس يعني بس انا فاهم لسه كده في حته، اقول خلاص يبقى اشتري دفايه. وصلت الفرق ما بين التصميم الصح اللي انت بتاخده كله من اول بدايه لحد الاخر، فتلاقي ان انت عندك في مشكله واحده، مشكله في ساعه واحده في اليوم بالليل،
الساعة 1 بالليل مثلا، هقول لك اه مثلا اشتري دفاية. انا مش عايز اشتري دفاية، مش عايز اعتمد على الطاقة خالص، خلاص اشتري سودا بانلز تكفيك للساعة دي. لكن انا هعمل بقى هعيش حياتي وهعمل المبنى كله غلط ومش عارف ايه وتوجيه شمال ومش فارق معايا كل اللي احنا قلناه ده، بس انا عايز اجيب سولار بانلز. هقول لك والله لو جبت المنطقه كلها سولار بانلز مش هتكفي. تمام. حد عنده سؤال تاني؟ انا عايز السولار بانلز الميكانيزم بتاعها اللي هيخليها تعوض الفرق بتاع درجه الحراره اللي فاضل. يعني انا مثلا ايه ظبطت درجه الحراره خلال اليوم، بس عندي ساعه مثلا بالليل الجو فيها بيكون بره الكومفورت، هروح مشغل مثلا دفايه دي بدل ما هتشتغل بالكهرباء من الحكومه هتروح اشغل اه فرضا ان انا مثلا ما شغلتهاش خالص كده، انا ممكن انا ادي للحكومه اصلا كهرباء. يعني فرضا انا اصلا الساعه 1 دي انا فعلا مش قاعد في الليفنج روم ونايم في البيد روم مبسوط وما اشتغلتهاش غير السنه كلها، واخد بالك؟ ولما زي ما بيقول كده لما بيعمل حفله ولا بتاع بيسخن اصلا ويبقى في عدد في البيت ومش عارف ايه فبرضه ما بيشغلهاش. اذا انا ممكن بعد شويه لا ده انا عندي زياده في الطاقه اصلا والسولار بانلز بتطلع طاقه ابيعها للحكومه. طيب السيموليشنز في حاله زي كده على بتاعت اليونتس بيتاخد يونت ايديال صح؟ يعني ما بيتاخدش مثلا يونت في الروف او في الجراوند، بتاخد يونت اللي هي المتكرره اللي هي اللي بتبقى ما فيهاش الجو الاكستريم. اه بالظبط اللي انا هيكون بس لما بس انت بتفترض ان الروف زي بالظبط زينا كده، الروف بيبقى له حلول في الروف مختلفه عن، فانت هتوصلها كده كده يعني اللي هتبقى روف هتبقى زي اللي تحتها. ايوه لان كده كده انت هتعمل عزل الروف لوحدها. اه بالظبط، فانت كده كده العزل ده هيعوض ما انت العزل ده عباره عن ايه؟ العزل ده انت بتحاول توصل للي احنا فيه ده للعزل الفيزيكي اللي هو البازف ده. فهو كده فانت في الاخر، لكن طبعا لو انت سبت الروف من غير عزل اه ساعتها يبقى انت مش هتدخلها بقى هتقول ده اوحش نموذج او كده، لكن لو احنا مشينا على الكود العزل بيقول فيه كذا 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 وعملناه خلاص زيه زي اي روف. تمام. شكرا جزيلا.